الرحمن الرحيم. نكمل اليوم 5.4. كان باقي لنا هذا الإكزامبل. مراجعة سريعة له. المطلوب find the area of the region between the axis x-axis and the graph, والgraph موجود. ولما يقول لي الموضوع area, إيش لازم أحط في الاعتبار؟ أحط في الاعتبار أن الarea لازم يكون الجواب موجب, ولازم هذه المنطقة بتحافظ على إجابتها, وهذه المنطقة إيش بيصير لما أحسب التكامل؟ إيش بيطلع لي الجواب, موجب ولا سالب؟ الأسفل لو ممتاز. أيوة ممتاز. التكامل هنا لو أحسبه من فترة صفر إلى اثنين دي إكس وأحط الفانكشن, راح تعطيني الجواب سالب. فأنا عشان أطلع الأريا لازم أقول له أحتاج أخذ القيمة المطلقة لهذا الفانكشن أو لهذا التكامل. فكلمة أريا طبعاً الرسمة هنا موجودة, وقال لي ترى أنا هنا فاصل من عند الصفر, إذا الرسمة موجودة استفيدي منها. يعني جاني السؤال بهذا الشكل, وجاني الفترة بهذا الشكل, وجتني الرسمة, فمعناته أنا كم تكامل عندي, بفصل المنطقة كم منطقة بيصير عندي, في عندي منطقة فوق ومنطقة تحت, بحسب التكامل اللي فوق وبحتفظ بإشارته, بحسب التكامل اللي تحت وبعكس إشارته. واضح؟ فعشان أحل هذه المسألة اللي هي f of x تساوي x تكعيب ناقص x تربيع ناقص 2x ناقص 1 from x أكبر من أو يساوي سالب 1 إلى 2, الرسمة هنا واضحة أنها فصلت لي عند الصفر, فراح أقول له التكامل بيصير عندي على منطقتين, هذه المنطقة وهذه المنطقة. فراح يصير لما نيجي نحسب التكامل بيصير عندي التكامل من سالب, هل بديتي من قبل 10؟ لا تونا بعدين. أوكي, فراح يصير عندي الأريا, تونا بعدين الأريا بيصير عندي أريا 1 plus area 2. تبين تكتبينها A1 A2 عادي ما عندك مشكلة. area 1 plus area 2. مين area 1؟ area 1 بيكون التكامل من سالب 1 إلى 0. area 2 طبعا للفنكشن x تكعيب ناقص x تربيع ناقص 2x ناقص 1 dx. area 2 بيكون عندي التكامل من 0 إلى 1, أو عذرا إلى 2, ل x تكعيب ناقص x تربيع ناقص 2x ناقص 1. هل هذا كلامي صحيح ولا في شيء خطأ؟ في شيء خطأ. القيمة المطلقة للثانية. ممتاز ممتاز. أنا لما انفصلت لأن كان الجزء الأول فوق, فهذا أوتوماتيكلي بدون قيمة مطلقة بيطلع الإشارة موجبة. بس لما تحسبين هذا اللي تحت, إذا حسبتي كلمة تكامل دالة بيطلع لك الجواب سالب, وهذا اللي ما نبغاه في الأريا. فعشان أضمن إن الجواب أريا أقول له القيمة المطلقة حتى اللي فوق. أنا عارف إنه موجب, بس هذا تأكيد إنه حتى لو أنت مثلا في شيء ترى الموضوع القيمة المطلقة. فالقيمة المطلقة اللي فوق هو نفسه, والقيمة المطلقة اللي تحت عكس الإشارة. فمفروض الإجابات كلها تكون موجبة موجبة. طبعا كطريقة تكامل, هل بتكاملين لفوق وبتكاملين لتحت, ولا الناتج المكامل نفسه؟ يعني اتعبي على واحدة منهم, اتعبي على واحدة منهم. خلينا نقول أنا الحين بكمل. إيش تكامل x تكعيب ناقص x تربيع؟ نقول نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد, نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد, ونفس الكلام نزيد الأس واحد نقسم على الأس الجديد ناقص x من سالب واحد إلى صفر, وبتعطيني الناتج. الناتج هنا بيكون إيش؟ موجب. أوكي, وموجودة في الرسمة إيش الناتج, حتى لو تحسبينها تحسبين عند النهاية ناقص عند البداية. فبيصير عندي لما أجي أكمل أريا 1 أجي أعوضها عند النهاية ناقص البداية, فبتعوضين الحدود عند الواحد أو عند الصفر ناقص الحدود عند سالب واحد. شلون نعوض؟ تعوضين عند النهاية بعدين تعوضين عند البداية. كم بيصير القيمة لو تعوضين عند الصفر؟ كل القيم صفر 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 صفر. إيش بيصير الجواب هنا؟ صفر. ليش سالب واحد؟ صح, تكامل مع إيه كلها إكسات. طيب وعند السالب واحد بتعوضين, بتقولين سالب واحد أس أربعة على أربعة ناقص سالب واحد أس ثلاثة على ثلاثة, بعدين هنا بتطول شوي ناقص اثنين راحت مع اثنين بقت الإكس تربيع, بتصير تروح هذه سالب واحد تربيع ناقص سالب واحد. حليها كامل بيطلع لك هنا الجواب بالموجب, لأن سالب وسالب وسالب بيطلع لك الجواب موجود. هذه هي اللي موجودة هنا, بيطلع الجواب 5 على 12. أوكي, تأكدي منها. لما أجي على التكامل المقطع الثاني, هل بتعيدين تكاملين ولا نفس الشيء؟ يعني التكامل الثاني حق أريا 2 بيصير القيمة المطلقة. خلصنا أريا 1, أريا 1 بيصير القيمة المطلقة للتكامل من سالب 1 إلى 0 لـ f of x dx تساوي القيمة المطلقة لـ 5 على 2 اللي هي نفسها.
لأنها فوق في الجهة الموجبة. لما أجي على area 2 بقول القيمة المطلقة للتكامل من 0 إلى 2 ل f of x dx. فلما تجين تحلين التكامل بتلاقين القيمة المطلقة بيطلع لك هنا إشارة سالبة، بيطلع لك سالب 8 على 3. فإيش بيكون الجواب؟ القيمة المطلقة له بتقولين موجب 8 على 3. واضح؟ كإيجاد حد التكامل عرفناه، نعرفه، هذا هو ناتج التكامل، خلصنا. فتعوضينا فوق تعوضينا تحت، إذا الأريا راح يكون 5 على 12 زائد 8 على 3. واضح؟ طب لو سألت سؤال آخر، قلت أوجدي التكامل من سالب 1 إلى 2 وقلت x تكعيب ناقص x تربيع ناقص 2x ناقص 1 dx، هل المطلوب توجدين مساحة ولا توجدين تكامل؟ تكامل. تكامل. ايوه، فهنا ما له علاقه بالتحطين الصفر وتوجدين الاصفار. متى تسوين توجدين اصفار؟ لما الموضوع يكون اريا فقط. لما يكون موضوع اريا هو اللي اهتم وين بالضبط، هذا ما اهتم ابدا. خلاص احط له ناتج التكامل عادي من سالب 1 الى 2، احل عادي، ما يهمني الرسمه ابدا. فاحل عادي اقول اكس اس 4 على 4 ناقص اكس اس 3 على 3 ناقص اكس تربيع ناقص اكس من سالب 1 الى 2، اذا كان المطلوب أوجد التكامل. بس هنا السؤال قال لي area، فكلمة area أنا مضطرة أدور وين الدالة انفصلت الجهة الموجبة على السالبة. فكان في أحد البنود كنا نقول find zeros. هنا ليش ما سوينا find zeros؟ لأن الرسمة موجودة. اثنين، أحسب التكامل كم حد بناء على اللي أنت فصلته. واضح؟ خلينا نشوف هذا المثال، هل في رسمة موجودة؟ صيغة السؤال find the total area. كلمة total area ننتبه أن الجزء العلوي بينحفظ بالموجب، الجزء السفلي بأخذ بإشارة سالبة. ففايند ذا زيروز مهمة. فلما تجيني بدون رسمة هل بترسمينها؟ هل بترسمينها؟ لا. أوكي، فنقول total area معناته رقم واحد find zeros of y equals minus x squared minus 2x. طيب خلينا نطلع الزيروز، كيف نطلعها؟ كيف تطلعين الأصفار لو ما عندي رسمة؟ مشاركات؟ أنا عندي كثير ما شاركوا المحاضرة اللي فاتت. جنى؟ جنى الغامدي؟ جنى الغامدي موجودة؟ أيوة مس. حياك الله، يلا ساعديني. find zeros. نرسم أول شيء؟ نرسم، ما يحتاج، يعني لا تصعبينها. يعني حتى لو بترسمين تقدرين ترسمين، بس ما يحتاج ان ندخل في البروسيس حق الرسم. find zeros ايش يعني zeros؟ اللي هي حقت الاصفار الداله. اصفار الداله، ايوه. ممتاز. ايش يعني اصفار الداله؟ يعني اقول متى y تساوي صفر، لما يكون يعني المدلول حقها او لا. ايوه، متى كذا افكر متى هذا يساوي صفر؟ نسأل فاطمة. فاطمة رافع يدك. فاطمة، فاطمة حياك. احنا نسأل المعادلة وبعدها نقوم نحلها. طيب اوكي، فهذه سويتها يساوي الصفر. طيب احاول احلل هذه الى اقواس عشان تطلع لي من الاكس. فكيف أحللها؟ كون في موجود سالب، أقدر أضرب سالب للطرفين؟ أقدر أتخلص من السالب؟ هلا مستلاني ورخت مرة ثانية. ما صوتك مش واضح. أوكي، إكس تربيع زائد 2 إكس تساوي صفر. بعدين إيش العامل المشترك اللي أقدر أخذه في هذا الحد؟ سالب الإكس. الإكس فاطمة، الإكس عامل مشترك، يبقى لي إكس زائد 2 يساوي صفر. إيش أفهم من هذه العلاقة؟ إيه. ايش الخيارات اللي عندي؟ الاكس تساوي صفر ولا الاكس تساوي سالب؟ خلينا فاطمه وياي. فاطمه بس ثواني عشان نسمع، عشان تاخذ المشاركه. اوكي، فعندي هنا اما اكس لما يصير عندي قوس في قوس يساوي صفر، او حتى لو 10 اقواس تساوي صفر، يعني اما الاول يساوي صفر او الثاني او الثالث او الرابع. هنا ما عندي الا قوسين، فعندي خيارين، اما اكس تساوي صفر او القوس الثاني يساوي صفر تساوي 2. ممتاز. فإما x تساوي صفر تنزل، أو x تساوي متأكدة 2؟ سالب 2. ممتاز، شكرا. إذا الخطوة الأولى
الخطوة الأولى عرفنا الزيروز إن هذه الرسمة راح تنفصل أو تقطع y تساوي صفر عند x تساوي صفر x تساوي سالب اثنين بدون ما أعرف الرسمة. بدون ما أعرف الرسمة عرفت إن y تساوي صفر عندما x تساوي صفر أو x تساوي سالب اثنين. طيب أروح أشوف في المنطقة اللي طلبها، هو طلب الرسمة تبدأ من سالب ثلاثة وتنتهي باثنين، هذه النقطتين مين اللي بتكون داخل فيها؟ مين اللي بتكون موجودة داخل هالفترة؟ صفر وسالب اثنين. أوكي، فبيصير عندي هنا سالب اثنين وبيصير عندي هنا صفر. فإذا صار عندي هذا your turn أنتم بتحلونه، بس إحنا قاعد نرتب أفكارنا. أوكي، فعندي هنا سالب اثنين وصفر، فأنا إذا جيت بحل الأريا مفروض كم حد تكامل بيكون عندي؟ ثلاثة. ممتاز. فلما أجي أحسب الأريا الكامل مفروض يكون عندي أريا 1 زائد أريا 2 زائد أريا 3، ولا عندي علم مين الموجب مين السالب لأني ما رسمتها، فما عرفت مين فوق مين تحت، فمضطرة أحط القيمة المطلقة للأول، القيمة المطلقة للثاني، القيمة المطلقة للثالث. لمين؟ للتكامل هذا اللي موجود عندي من سالب ثلاثة إلى سالب اثنين للفانكشن dx. خلاص خلينا نكتبها تحتها. بيصير أيوة. ينفع أحط القيمة المطلقة على الـ A نفسها، يعني على الـ A1 والـ A2 والـ A3؟ لا مرة، لا ليه؟ مرة خطأ، وشكرا سألتي، لأن هذا السؤال دائما يعني يخطئون فيه طالبات، ومرة مهم تعرفون لما تحطين القيمة المطلقة على هذا معناته خليتي الموجب والسالب يلغون بعض، خليتي القوي ياكل الضعيف، خليتي الموجب يمسح إشارة السالب، أنت ما تبين شيء ينمسح، تبين تحافظين على كل واحد. فاهم إيش أقصد؟ يعني مثال، لو كان عندي اللي فوق طالع خمسة واللي تحت نازل ثلاثة، لو كان الموضوع area إيش مفروض يصير الجواب؟ لو كان الموضوع area لو كم ثمانية، ممتاز كarea ثمانية، بس لو أنا قلت أحسب التكامل إيش بيطلع لي؟ بيطلع خمسة اثنين فوق خمسة وتحت سالب ثلاثة، إيش بيطلع؟ اثنين. فلما تقولين لي بعد ما أحسب التكامل أحسب القيمة المطلقة، بترى بتحسبين قيمة مطلقة لاثنين، هل هو الأريا؟ واضح إيش أقصد؟ يعني لازم تفصلين بحسب الأماكن اللي وقف عندها الأصفار، لأن إذا ما سويتها الطريقة بيطلع لي جواب آخر حتى وإن كانت الخطوات صحيحة. واضح؟ فأنا مضطرة أني أحسب، طبعاً ناتج التكامل هو يتكرر، بس أنا أقول التكامل من سالب ثلاثة إلى سالب اثنين وأحط للفانكشن اللي عندي اللي هي هذه سالب x تربيع ناقص 2 x dx، بعدين أقول له من سالب اثنين إلى صفر وأحط له الدالة dx، وأقول له من صفر إلى اثنين وأحط له الدالة dx. طبعاً الدالة اللي أقصد فيها مين؟ مين هي؟ مين هي الدالة اللي قاعد نقول دالة دالة؟ سالب x تربيع ناقص 2x، سالب x تربيع ناقص 2x. نفس الكلام، بتحط هذا بتحطينه هنا وبتحطينه هنا، الفرق ان بتروحين يعني ناتج تكامل، تجين تقولين لي اصلا بيروح شيء مع شيء، اقول لك صح، بتروح اشياء مع اشياء، ناتج اللي فوق ناقص ناتج تحت ما عندي مشكله، بس اهم شيء بتحسبين الاريا الاول، الاريا الثاني، الاريا الثالث. اوكي، كحدود تكامل ما عندي مشكله اني انا اكامل، انا اعرف ان تكامل، أعرف أن تكامل سالب x تربيع ناقص 2x أنا بحتاجه في الثلاث خطوات، بشكل عام الناتج حقه يساوي سالب x تكعيب على الثلاثة سالب x تربيع، على حسب عد كل واحد، أول فقرة بتصير سالب ثلاثة إلى سالب اثنين، تعبين كل واحدة بحسب اللي تبين. طبعا هنا إذا ما تكثر عليك السوالب نصيحة، طلعي السالب عامل مشترك عشان ما يتشتت عليك الحل، يعني من البداية قولي عبارة عن سالب أفتح قوس x تكعيب على الثلاثة زائد x تربيع، خلاص هذه تكون أول مرة أحسبها من سالب ثلاثة إلى اثنين بعدين أخذ القيمة المطلقة، ثاني مرة أحسبها من سالب اثنين إلى صفر، ثالث واحدة من صفر إلى اثنين. طبعا هذه your turn فحليها، وإذا واجهتكم أي مشكلة نحلها مع بعض. واضح؟ في أي سؤال؟ نروح للدرس اللي بعده. طبعا إحنا هنا تركنا هذه الشريحة، هذه الشريحة بما أنه وصلنا لمرحلة أن أعطيكم محاضرة اليوم، هذه بحلها بدرس اليوم، هذا كان مفروض أني أحط نجمة عليها، أقول هنا بنحلها بطريقة قد تكون أطول، بنحلها أسهل لما نأخذ درس اليوم. أوكي، نفس الموضوع، يبغى أريا، فأنا إذا تبغى أريا معناتها المنطقة المظللة، هذه مش صايرة المستطيل كامل، صايرة جزء من المستطيل، فلو بنحسبها بحدود معرفتنا اليوم كيف تحسبين الأريا؟
بتقولين لي مساحة المستطيل كامل صح؟ وشيل منها مين؟ تكامل. شيل منها هذا، ممتاز. خلينا نأجلها لين ناخذ محاضرة اليوم ونرجع لها. طيب 5.5 اللي هو integration indefinite integrals and the substitution method. خلصنا الحين الدرس هذا بيكون أول طريقة نستخدمها في حل التكامل. كل اللي درستوه قبل تكاملات الدول الأساسية، يعني عند الجدول بادية فيه المنهج تكامل الدالة تعرفين جواب على طول، حفظ copy paste. أوكي الآن بنبدأ نستخدم طرق قد تكون مرت عليك من قبل بس نوثقها هنا. أوكي اليوم إن شاء الله إذا أمدانا يصير 5.5 و 5.6. الفرق بينهم جدا بسيط، substitution method هنا بعطيك تكامل ودالة ما راح أعطيك حدود. أوكي وبتحلين substitution method. 5.6 نفس السؤال بس أعطيك حدود، أقول لك من A إلى B f of x dx. فاللي بتتعلمينه فوق بدون حدود بس هنا بتطبقينه بالحدود. هل هذا صعب لما أجي أقول تكامل عند الحدود؟ هل هو فكرة جديدة؟ لا أنا علمني كيف أكامل أنا عند عند الحدود عادي أعوض. ف 5.6 عشان تشوفينه 5.5 5.6 تراها نفس الفكرة، تطبيق substitution method هنا بشكل عام in general، فما راح أعطيك حدود. هنا أحط حدود وأقول لك أحد التطبيقات المهمة اللي تستخدم دائما هي الـ area between curves. فهذا الفرق بين الدرسين فقط. أوكي indefinite integrals تكاملات غير محدودة and substitution method. The objectives: evaluate integrals, solve initial value problems, solve applications. يعني طريقة جديدة للتكامل وبنشوفها. طيب نبدأ بهذه الشريحة. هذه الشريحة بتتكرر معك في 5.6 و 5.5. الفرق بينهم عشان تشوفين الدروس تتشابه كثير، إن هنا بحط لك في 5.6 هنا A و B وأعلمك إيش يصير هنا فقط. طيب substitution rule بشكل عام اللي هي طريقة substitution. إيش معنى substitution؟ substitute. نيت التعويض. تعويض. فهذا أول فكرة نقول الدرس هذا substitution method ترجمتها طريقة التكامل بالتعويض. أوكي فهذه أول طريقة بنتعرف عليها، التكامل بالتعويض. وليش قلناها؟ لأن هي الخطوة الأسهل بعد التكاملات الأساسية. أوكي طيب خلينا نشوف، نقرأ الثيورم. If u equals g of x is a differentiable function whose range is an interval I and f is continuous on I then. يعني قاعد يقول لي هذا الشكل مر عليكم في calculus 1، هذه دالة ايش اللي f دالة في g of x، هذه دالة ايش نسميها؟ ممتاز دالة تحصيل. ممتاز دالة تحصيل. يقول اذا شفت دالة داخل دالة، إذا شفت دالة داخل دالة ولقيت أن هذه الدالة، خلينا أظللها بلون ثاني، ولقيت أن الدالة الداخلية موجودة هنا وموجودة مشتقتها، هذا يسمونه التكامل بالتعويض. طبعا كشكل شوفينا صعب تطبيقه، صعب فهمه، كتطبيق مرة سهل. خلينا نأخذ هذا المثال، تكامل x زائد 2 الكل أس 5. بحدود معرفتكم تكامل x زائد 2 الكل أس 5 dx، لو أنا ما علمتك هذا الدرس إيش مضطرة تسوين؟ ممتاز ممتاز، بتضطرين تفكين القوس هذا كله، فبتعرفين هو أس 5 زائد أس 4 زائد أس 3، بتروحين تحاولين تفكين القوس. ليش؟ عشان أنا ما تعلمت كيف أتعامل مع هذه الأشكال. الدواء الأساسية عندي بس كذا x أس 5 x مرفوع لقوة. فلو تخيل إن أنا حطيت أس 50، هل بتفكينا 50 مرة؟ أكيد لا صح؟ ففكرة التكامل بالتعويض تطلين على المسألة، هل الدالة أساسية وسهلة مباشرة تقدرين تستخدمين فيها التكامل بطريقة المباشرة؟ الجواب هنا في طريقة طويلة فك الأقواس، بس إنه خلينا نقول أس 5000 50000. بعد هل عندك القدرة في الوقت المحدود إن أنت تستخدمين الطرق الأساسية أو التكاملات الأساسية؟ بتقولين لا. الجواب لا. أوكي إذا كان الجواب لا روحي للمرحلة الثانية. السؤال الثاني، هل تقدرين تستخدمين تعويضة مثلثية أو دائرة تحطين مكان دوري على دالة داخلية، هل تقدرين تحطين دائرة عليها وتحاولين توجدين مشتقتها؟ نأخذ مثال عشان نطبق. بنفترض طبعا ان هذا غير الموجود بس عشان نبين لكم انه في مسائل ما تقدرين تتعاملي معها الا بهالطريقه.
خلينا ناخذ هذه ونسميها يو تعويضة، هذه نقول سبستيوت. بحول التكامل من دي اكس الى رمز جديد دي يو. بس ليش بحول التكامل من الشكل الموجود عندك اللي ما اقدر احله بطريقه مباشره الى شكل اقدر احله بطريقه مباشره باستخدام التعويض؟ ايش التعويض المناسبه؟ اكس زائد 2. خلينا نشوف. طبعا بما ان انت اخترتي رمز جديد في ضريبه ان كل شيء يتحول بدلاله الرمز الجديد، فمعناته عندي هنا باللون الاحمر الشغل حقي كله بيصير دي اكس ولا دي يو؟ يفترض بشكل جديد دي يو. ممتاز ممتاز. فخلينا نرتب للمسألة. الحين أنا من السطر الأول يو تساوي إكس زائد 2، اشتقيها يو باي دي إكس إيش يساوي؟ اشتقي عادي واحد واحد. طيب اضربي طرفين في وسطين عشان تصير دي يو في طرف والباقي في طرف. واحد على دي واحد ضرب دي إكس. ممتاز ممتاز. فدائما لما نيجي احنا في التكامل نستخدم تعويضه جديده دائما ضريبتها نعرف الديو ايش تصير، فدائما نسوي هذه الخطوه ما نسوي اللي في النص. نقول اذا كانت يو تساوي اكس زائد 2 اذا الديو تساوي الدي اكس، يعني كانت ديو على الدي اكس تساوي 1 يعني في الاخير اشتقي عادي وقولي في الاخير دي اكس. طيب يلا خلينا نعوض الحين بالطريقه الجديده. يلا شيليها، هذا القوس ايش بيتحول اسمه؟ يو اس 5. ممتاز. اس 50000 صح؟ نرجع لمسألتنا نخليها زي ما كانت، كانت أس خمسة صح؟ أس خمسة. طيب وبعدين كلمة دي إكس إيش بشيلها وأسميها؟ ديو. ممتاز. هل تحول إلى تكامل سهل ولا ما تحول إلى تكامل سهل؟ تحول. تحول إلى تكامل سهل برموز جديدة. أنا ما عندي مشكلة تغير الرموز، بس أنا عندي مشكلة لما يكون التكامل ما أعرف أتعامل معه. فهذه الطريقة يسمونها التكامل بالتعويض اللي هي substitution method. فنقول له using substitution method، using substitution method. كلمة substitution method تحطين دويرة وتقولين هذه اليو وتشوفين، ودائما الدويرة اللي تحطينها هي تكون الدالة الداخلية. إيش يعني الدالة الداخلية؟ يعني لما أقرأ x زائد 2 أس 5، هل أس 5 هي الدالة الداخلية ولا x زائد 2 هي الدالة الداخلية؟ x زائد 2. ممتاز، هي الدالة الداخلية. وحتى لو تختارينها، في أحيانا طالبات يختارون ويلقون أن اختيارهم غير موفق، فتحاول تفكر تختار اختيار يناسبها. فاختارنا اختيار حولها، لما سهلتها صار الجواب أزيد الأس 1 وأقسم على الأس الجديد زائد ثابت. إحنا لنا درسنا indefinite فلازم تلاقين زائد ثابت. في حدود ما في هذا الكلام، بس ما في حدود معناته زائد ثابت. هل انتهى الحل؟ هل بتسلميني الحل باليو وأنا طالب المسألة بالإكس؟ لا أرجع. لا أرجعها. ممتاز، أرجعها زي ما كانت. فالجواب النهائي راح يكون، الجواب النهائي راح يكون يساوي، أرجع هذه زي ما كانت، اليو ترجع اسمها x زائد 2 أس 6 على 6 زائد ثابت. هل هذه طريقة صعبة؟ لا. هذا درسين كاملين يحل بس بهالطريقة. أوكي؟ فنيجي نرجع هنا لمسألتنا، نقول هذه معناتها رجعنا زي اللي قال، x زائد 2 أس 6 على 6. أوكي؟ فكاتب don't forget to substitute the value for u back into the problem. أنا طلبت السؤال بx، يفترض مهما اخترتي رموز يرجع السؤال جوابه بالx، ما ترجعينها باليو، أنت حطيتي اليو عشان تحلين. واضح؟ طيب خلينا نطبق أمثلة أخرى، خلينا نطبق أمثلة أخرى. لما يجيني تكامل y تساوي مثلا هنا قاعد تخيليها بهذه الطريقة. تخيلي مسألة، اتركي هنا العلاقات، تخيلي مسألة جاتني أوجد تكامل 4 في قوس أس 3 مضروب في 5 دي إكس. كيف أعرف أن هذا الجواب بوصل له هذا هنا؟ أوكي، هنا عشان يشرح لي جاب لي إياها بالعكس، قال لي مش التكامل اشتقاق المشتقة العكسية هي كأنها التكامل، قال لو أعطيتك دالة وطلبت مشتقتها. أوكي، طيب الدالة y تساوي قوس أس 4، إيش مشتقتها؟ ذكروني بدرس الاشتقاق، إيش المشتقات فيها؟ أول شيء أبدأ باشتقاق الأسس. أيوة، أشتق أخلي اللي نحط دويرة صح؟ نحط الدائرة كذا، نقول الدالة الداخلية قوس أس 4 إيش مشتقتها؟ 4 في القوس أس 3 في مشتقة ما بداخل القوس، في مشتقة ما بداخله. ممتاز. فكنا نقول دي واي أوفر دي إكس تساوي 4 في هذا القوس أس 3 في مشتقة هذا الشيء.
فمعناته يساوي أربعة اللي هو هذا حاطه أربعة في القوس بس ثلاثة في مشتقة هذا الشيء. وش مشتقة هذا اللي داخل خمسة إكس زائد ستة؟ ممتاز. فصار الجواب على هذا الشكل. طب إحنا دائما نكتب دي واي أوفر دي إكس، نتعود في التكامل نقول دي واي ونحط هنا دي إكس في الطرف الثاني، كنا نضرب طرفين في وسطين في الأخير. أوكي، هذه اللي كنا متعودين دائما نقول دي واي أوفر دي إكس، الحين نقول دي واي تساوي هذا الاشتقاق دي إكس. طيب معناته لما أرجع أكامل هذا هو نفس تكامل هذا، فلما تكاملين الدي واي ترجع مين؟ تكامل مشتقة مش ترجع الدالة الأصلية صح؟ فمعناته تكامل هذه ترجع هذه. قاعد يقول لي، قاعد يوصل لي فكرة إن لو جاءت سؤال يبدأ من هنا بدون ما تعرفين التفاصيل هذه كلها، سؤال يبدأ من هنا ويطلب منك إن أنت تكاملينه. السؤال كان مكتوب، خلينا نكتبه، تكامل أربعة، تكامل أربعة في خمسة إكس زائد ستة أس ثلاثة مضروب في خمسة دي إكس. أوكي، لو بجي بحلها، لو بجي بحلها إيش بقول؟ أغير الإكس أخليها واي. أوكي، هل هذا تقدرين تحلينه؟ في طالبات تقول بفتح التكعيب وبحله ثلاث مرات ويتحول لي كثيرة حدود وسهلة، ما عندك مشكلة. أو بس رتبيها، بيطول. أو استخدمي تعويضة، دائما اللي تحطين عليها دويرة تأكدي إن مشتقتها موجودة في المسألة. يعني أنا لما حطيت يدي على هذا الشيء اللي اسمه 5 إكس زائد 6 خلاص، فلقيت إن مشتقتها اللي اسمه 5 دي إكس شوفيها موجودة. فعادة الاختيار الصحيح لليو لما تختارينه بحيث أن مشتقتها سهل أن تكون ألقاها موجودة. أوكي؟ في بعض المسائل أنا أقدر أوجدها، بس أن هنا لما أجي أقول يو أقول، وخلينا نجرب طبعا، أنا اقتراح الحين بوضع يو تساوي 5 إكس زائد 6. طيب ضريبتها الحين بحول التكامل إلى إيش؟ إلى ديو. أوكي، فأقول ديو تساوي 5 دي إكس. شوفيها هذه كلها تنشال وإيش تنكتب؟ 5 دي إكس. نبدأ حرف حرف. الأربع، الأربع أنزلها، القوس هذه كلها يتحول إيش؟ يو 5 دي إكس. يو أس ثلاثة، الخمسة دي إكس كلها تنشال إيش تنكتب؟ دي إكس دي يو. ممتاز. إذن لما أجي أكامل بنقول أنزل أربعة أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زائد جديد. ثابت. إذن أرجعها لأصلها بتصير 5 إكس زائد 6 أس 4 زائد ثابت. واضح؟ صعب الطريقة؟ لا. أوكي. وبيطبق عليها كذا مسألة، في أي مسألة يبغاها كلها موجودة الحلول حقتها. أوكي؟ مش سؤال. أي تفضلي. ما عرفت كيف يعني بخمسة شلون راحت؟ خليني أمس أشرح على هذه ونقول شوين راحت. أوكي؟ لأنها تشبهها 4 إكس تكعيب دي إكس. يلا، طلب مني السؤال أني أحل تكامل كوساين الزاوية اسمها إكس أس 4 مش مضروبة، الزاوية. لما تشوفين كلمة كوساين وساكت معناتها هذه اسمها الزاوية، في 4 إكس تكعيب. طيب أنا هل سؤالي لكم، نرجع نسأل بعض من أول الترم للآخرة، هل هذه دالة أساسية موجودة في الجدول تعرفين تكاملينها؟ هل هذه أحد التكاملات الأساسية؟ لا. لا. إذا كان الجواب لا، أسألي نفس السؤال الثاني، هل في تعويضة معينة تستخدمينها تحولها إلى تكامل سهل؟ إيه. أوكي، فمبدئياً الجواب حتى الآن لأني قاعدة أمارس هذا الدرس فممكن ما يكون واضح عندي، أجرب دائماً أحط دائرة على المكان اللي فيه الدالة الداخلية اللي هي أصعب مكان. هل بحط دائرة هنا ولا بحط دائرة هنا؟ إكس أس 4. ممتاز. أجرب أقول لو حطيت الدائرة يو تساوي إكس أس 4 ضريبتها أن ديو تساوي اشتقيها 4 إكس تكعيب دي إكس. لو تلاحظين هذه كلها موجودة هنا على السطر، كلها موجودة جاهزة 4 إكس تكعيب دي إكس. بشيلها بسميها، هذا سؤال اللي سألتني الطالبة وين راحت الخمسة اللي سألتني. خلينا نترجم، كوساين تنزل ما تغيرت، بعدين الدوائر إيش بتصير؟ يو يو. يو ممتاز، مضروب فيه، هذا كله بشيله ايش بسميه؟ شوفي ديو. ممتاز. اللي سالتني واضح؟ اي مس واضح.
أوكي، فالجواب بيصير يساوي ساين اليو زائد سي زائد سي. رجعيها لأصلها. ساين إكس أس أربعة زائد سي زائد ثابت. واضح. أوكي. وكل المسائل بتكون بهالطريقة. فهذه مسألة مرينا عليها من قبل. هنا بتصير عندي دالة. مين الدالة؟ خلينا نشوف بس الدوال. مين الدالة ومين مشتقتها؟ وين بتحطين اليو؟ إكس أس اثنين زائد بس. واحد. أي. دائما واحد. حطي دويرة على المكان الصعب. هذه كلها بسميها يو. مشتقتها 2x dx، هذه 2x dx تنشال إيش تتسمى؟ du du. فصارت المسألة تحولت بالsubstitution method. فلما تجيني كل هذه المسائل تقولين using substitution substitution method. طبعا في مسائل كثير بنطبق عليها، هذه حلولها موجودة using substitution method وحل التكامل. هذا تكامله جدا سهل، أزيد الأس واحد أقسم على الأس الجديد زائد ثابت. حتى هذا خمسة كوساين خمسة إكس، وين بتحطين اليو؟ بنحط اليو خمسة وين؟ ممتاز. تجي واحدة تقولي طب ليش ما تعاملنا على أن جدول أساسي؟ عادي تبين جدول، لأن كان في الجدول التكاملات تكامل كوساين كي إكس، تذكرون ولا لا؟ دي إكس. إيش كان جوابها؟ واحد على كي. إيش؟ ممتاز. واحد على كي ساين كي إكس. ممتاز. فلو بطبق هذا الكلام عادي ترى تقدرين. فبتقولين خمسة هذه برا، وبعدين بتقولين واحد على خمسة ساين خمسة إكس، فتروح هذه مع هذه الجواب ساين خمسة إكس ثابت نفس جوابه. بس هو يقول حتى هذا الجدول اللي فيه كي إكس إذا أنت ما تبين تحفظين الكيز ترى هو كله جاي من substitution method. فمهما اختلفت الطرق هو نفس الجواب. طيب هذا مثال، لما يجيني حاصل ضرب زي كذا إيش الطريقة اللي بتفكرين فيها؟ هل هذا سهل من جدول التكاملات الأساسية؟ هل أفصل بالضرب؟ لا لا أحط تعويضة. ممتاز، أستخدم التعويضة. فمين التعويضة؟ اللي داخل الأس خمسة ولا اللي بدون؟ أس خمسة اللي داخل هذه. فبتصير U تساوي هذا الشيء X. اللي اسمه x x تكعيب زائد x. طيب ضريبته الديو ايش تساوي؟ 3x تربيع زائد 1. ودائما تحطين دي اكس لان هنا في دي هنا في دي. فلما اجي اعوض بنقول هنا using substitution method substitution method راح يصير عندي التكامل تحول الى اليو، صار عندي هذا الشيء اس 5 في هذا الشيء. إيش أكتب هنا؟ ديو. طيب فبنزيد الأس واحد نقسم على الأس الجديد زائد ثابت كان. ممتاز. فبتصير إكس تكعيب زائد إكس أس ستة على ستة. على ستة. واضحة صح؟ كثير أمثلة موجودة بهذه الطريقة. طيب الحين نطلع ليفل شوي أعلى. أوكي. أنا عندي هنا ونفس المفهوم، أنا عندي هل هذا الجدول، هل هذا التكامل موجود في جدول التكاملات الأساسية؟ هل هذا التكامل موجود في جدول التكاملات الأساسية؟ لا. هل في تعويضة معينة أو دائرة تحطينها على الدالة الداخلية تخليها أسهل؟ إيش يعني تخليها أسهل؟ يعني هذا اللي أخذته الحين، إذا أخذت هذا، إذا أخذت يو تساوي 2x زائد 1 أوكي؟ لازم ضريبة دي يو اللي تساوي 2dx موجودة في المسألة. هل موجود 2dx؟ لا. طيب هل صعب اني اجيب 2dx؟ يعني الفكره لا. اني الفكره اني احول هذا التكامل من x الى دلاله اليو، او الفكره اني اسهل الشكل. احيانا تصيب واحيانا ما تصيب. اوكي، فانا لما اجي احاول الحين بقول مساله لما اجي اعيد ترتيب بصير جذر اليو لما اجي عند كلمه dx هل اخذها du ولا ايش اخذها؟ 2 ديو. شوفيها، انا احتاج دي اكس اترجمها، ابغى دي اكس في طرف والباقي في طرف. ديو على 2. ديو على 2. ممتاز ممتاز. ففي مسائل يحتاج ان تعيدين ترتيبها بحيث ان تجهزين الدي اكس في طرف وتشوفين ايش اعوض عنها بدلاله الديو. فمفروض لما اشيل هذا القالب اللي اسمه دي اكس ايش احط محله؟ ديو ولا ديو على 2؟
ديو على 2. واضح؟ أنا أبغى أعوض هذه دي إكس، فالتعويضة هنا أني أحط دي إكس في طرف والباقي في طرف، فوديت الاثنين في المقام فصارت ديو على 2. الحين أقول لا أقدر أكامل لأن العدد نص، ما عنده مشكلة، نص تكامل جذر اليو يعني يو أس نص ديو. إيش بيكون تكاملها؟ نص يو. لا، نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد زائد تعيدين فقرة ديو على دي على 2. كيف؟ عادي تعيدين فقرة ديو على 2. ما أقدر. أنا أحتاج أكامل بالتعويض، صح؟ يعني أحتاج أغير هذا الشكل من دي إكس إلى شكل أسهل بدلالة اليو، بدلالة التعويض. التعويضة التعويضة يو تساوي 2 إكس زائد 1، صح؟ ديو اسمها 2 دي إكس. أنا هنا هل في نوعين من المسائل؟ في مسائل تجيك كذا صيغة أوجد 2 إكس زائد 1 ويضربها في 2 دي إكس، وفي مسائل ما يضربها في 2. هذه لو بحلها بقول على طول أشيل هذه وإيش أسميها؟ لو جاتني ممتاز. هذه شال مني الاثنين، هل بيسوي لي مشكلة إن شال رقم 2؟ ترى رقم 2 أقدر أضربه في المسألة وأقسم عليه، واضح؟ إذا المسألة فقط رقم ترى نقدر نضربها في المسألة، نضرب في 2 ونقسم على 2، صح ولا لا؟ صح. لما تضرب في 2 وتقسم على 2 يعني ما كأنك غيرت المسألة، فأشيل هذه كلها وأسميها ديو. أو بطريقة أخرى أني أرتب الدي إكس بدلالة، يعني إذا ديو تساوي 2 دي إكس أنا أحتاج من هي دي إكس؟ سؤالي لكم، من هي دي إكس؟ هل هي ديو كاملة ولا نص الديو؟ نص الديو. نص الديو، واضح؟ تيجي واحدة ثانية تقول طب ليش أسوي هذا الكلام؟ عادي أضربي في 2 عشان أنت تحتاجين، وأقسمي على 2 عشان أنت تقولي تضرب وأقسم في نفس الوقت، فبيطلع نفس جوابنا. اللي سألتني واضح؟ واضح. أوكي طيب، يساوي نص أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زائد ثابت، مع الترتيب بيصير عندي ثلث يو أس 3 على 2 حتى نرجع يو لأصلها مرة واحدة، 2 إكس زائد 1 أس 3 على 2 زائد ثابت. وكذا مثال بيطرق له. طب أحتاج طالبة شارك وياي، أحتاج طالبة. سارة الدرو، شو اسمك؟ العنود. يلا العنود. يلا. أول شيء العنود تصير تساوي 5 تي زايد 1. مين اللي أحط عليها يو؟ هذه؟ 5 تي زايد 1. أوكي، دائما لما تحطين هذا الشيء لازم مشتقتها يكون قاعد على السطر، ما عندنا مشكلة، خلينا نجرب. فبيصير يو تساوي 5 تي زائد 1. أوكي، فبنقول using substitution، بسميها SM عشان يصير أسهل، substitution method. أوكي، substitute بس في الكتابة الحين، substitution method. أوكي، فبيصير عندي ديو إيش تساوي؟ 5. ممتاز. يلا نكمل الحين، بيصير عندي تكامل سيكن تربيع مين؟ اليو. أيوة، في الديو هذه كلها تنشال تتحول ديو. إيش تكامل سيكن تربيع اليو؟ تان اليو. ممتاز، زائد ثابت، ونرجعها لأصلها لأن اللي يبدأ بإكس ينتهي بإكس، يبدأ بتي ينتهي بإيش؟ بتصير التان 5 تي زائد 1. ممتاز، زائد ثابت. هذه عبارة عن مضروبة في التان ولا الزاوية حقت التان؟ زاوية. زاوية، لما أقول تان وأسكت معناتها تان للزاوية هذه. أوكي ممتاز. نفس الكلام هنا، هذه بنخليها عليكم، اللي هي كوساين 7 ثيتا زائد 3. إيش تتوقعون الجواب سريع؟ لو أنا متعودة الحين هذا إيش بيكون الجواب تتوقعون؟ سبعة ثيتا زائد ثلاثة. إيش بيطلع الجواب؟ الجواب في ساين سبعة ثيتا زائد ثلاثة، بس لا ثابت، بس بتلاقينا مقسوم على سبعة، مقسوم على سبعة. كيف وصلنا له بشكل سريع؟ بتقسمينها هنا، بتقولين يو ديو تساوي سبعة دي ثيتا، لما أجي أعوض بيطلع لي تكامل كوساين هذا تحول يو مضروب في دي ثيتا. أنا بس أبغى دي ثيتا، فهذه يحتاج أعيد ترتيبها. الدي ثيتا بالحال تساوي ديو على ديو على سبعة. ممتاز، فديو على سبعة، فصار عندي واحد على سبعة ساين
اليوزا الثابت اللي هي قلنا عنها، هذه كلها using substitution method. عذرا using substitution method. طيب هنا هي كلها أشكالي بيوريني إني أقدر أنا أتفنن بأي مسألة موجودة عندي، بس كل مرة الدالة الداخلية أغير شكلها، يعني أعقد الدالة الداخلية بس إني أسهل الموضوع وأخلي مشتقاتها موجودة في المسألة. يعني هذا كيف أميز؟ تلاقينها كذا، تلاقين هنا عندي إي أس دالة صعبة، بعدين تلاقين كذا دي إكس. إيش معناته؟ معناته إن هذه لو حطيت يدي عليها، سؤال هل هذا موجود في جدول تكامل أساسية إي أس دالة؟ ولا ما عندنا إلا إي أس إكس أو إي أس كي إكس؟ أوكي، فمعناتها مش موجودة، فمعناتها هنا أحاول أستخدم، طبعاً هي في طرق كثيرة للتكامل، أول الطرق هي substitution method. هل في دالة تحطين يدك عليها أو تحطين دائرة عليها وتلاقين مشتقاتها موجودة في المسألة؟ مبدئياً هذا ينفع يكون ولا لا؟ شوفي إكس تكعيب لما تشتقينها إيش مفروض تكون مشتقة؟ دالة من درجة ممتاز، فأقدر هنا أفكر substitution method ولا ما أقدر؟ أيوة أقدر. أوكي نفكر في substitution method. أحط يدي على الدالة اللي اسمها x تكعيب، ضريبتها تكون المشتقة 3x تربيع dx، أعوض المسألة بتصير e أس u. من هنا أحط x تكعيب dx، أنا ما أحتاج كله، أحتاج x تكعيب dx. du على 3 ممتاز، يساوي du على 3، فبتصير عندي ديو على 3. يصير هل تحول سهل ولا ما تحول سهل؟ شوف الشكل اللي فوق بالأحمر، وفي شوف الشكل اللي باللون الأزرق، هل تحول تكامل سهل ولا ما تحول؟ تحول باستخدام التعويض، فبيصير الجواب E أس X تكعيب زائد C. معناته أن substitution method يحول لي شكل معقد إذا كانت المشتقة موجودة في المسألة. يعني لو مثلا هذا مش موجود ترى ما تقدرين تحلين substitution method، ما تقدرين، لأن ما بقادرة تتخلصين من الإكس تربيع الموجودة هنا. خلاص، فهنا قدرت أحلها لأن substitution method من شروطها أن لما تشوفين دالة سهل أن تكون المشتقة موجودة في المسألة. حتى لو الموضوع ما في ثلاثة ترى الموضوع سهل، الثلاثة أقدر أقسم على الثلاثة وخلصنا، أقدر أضرب في ثلاثة فوق وتحت، أخذ هذه مع هذه وهذه مع هذه، أو أستخدم التعويضة بالطريقة اللي علمتكم إياها. طيب هذا يعتبر advanced، يعني أنت شفتي أي مسألة تقدرين تحطين فيها دويرة وتتحول دالة مشتقتها. طب لو ما جات مترتبة على هذا الشكل، طبعا هذه تعتبر مش من المسائل اللي تجي على البال على طول، بس إننا شفناها ونتعرف عليها. طيب هل هذا في جدول التكاملات الأساسية موجود؟ نعم أم لا؟ لا. لا. معناته نروح لإيجاد أحد الطرق اللي توديني للحل. إيش أحد الطرق؟ ما عندنا لا substitution method في هذا الكورس، بس لما تأخذين كل الدروس ترجعين تقولين هذا ليش استخدمت فيه substitution method. خلاص، أنا ممكن تكثر عليك الطرق. فنجي نقول هنا واحد على أبغى أستخدم تعويضة معينة أو أسوي تعويضة معينة عشان ألقى مشتقتها موجودة، كيف أتحايل على الموضوع؟ أعطوني اقتراحات. تبون نخلي اليو إي أس إكس ونشوف، تبون إيش تبون نسوي؟ نضرب في خليها واحدة ليو. لما تقولين نضرب يعني تضربين بسط ومقام صح؟ نضرب في EX على بسط ومقام. أوكي، هذه الفكرة ما تجي على البال بس هي مطروحة، أضرب في EX بسط ومقام، فبيصير عندي البسط EX والمقام EX في EX زائد E سالب X. صعبها زيادة بس يلا خلينا نشوف. EX DX على E أس X الكل تربيع زائد واحد، يعني ما يجي على بالي إني أضرب في هذا، بس وجودها خلاها المسألة E أس X DX على واحد زائد متغير تربيع. مين هذا الفانكشن اللي فيه واحد على واحد زائد متغير تربيع؟ tan inverse. ممتاز، يشبه tan inverse بس لما أستخدم تعويضة معينة. من هي؟ مين اللي أختارها؟ يو ال EX. ممتاز، خلينا نجرب. إذا أخذنا ال E أس X هي ال U، مشتقتها هي E أس X DX، هذه كلها اللي موجودة في الباص شوفوها، هذه كلها، فراح يتحول التكامل، راح يتحول التكامل إلى DU. البسط كله تحول DU والمقام واحد زائد U تربيع. هذه إيش تكاملها؟
tan inverse لليو زائد الثابت. يعني رجعت المسألة tan inverse لمين؟ للإي إكس. للإي أس إكس صحيح. بس في فكرة ما قد سويناها من قبل، ضربنا بسط مقام، أو في فكرة مش سويناها بسط ما ضربنا، سحبنا عامل مشترك موجود في المقام. إيش يعني عامل مشترك؟ اسحبي الأصغر، يعني اسحبي إي أس سالب إكس عامل مشترك الأصغر، فبيصير عندي هنا واحد زائد، لما تسحبين بيطلع لك إي أس اثنين إكس. ففيها نفس الفكرة، هذه رجعت فوق فصارت إي أس إكس فوق إي أس إكس تحت، اللي قلنا صح؟ تبين تضربين فوق وتحت بإي أس إكس يوصل، تبين تسحبين يوصل. واضح؟ فهذه أحد الطرق اللي احتاجنا نحط تعويضة، بس خلت لي الحل تكامل مباشر. هل هذا يصنف مباشر؟ لا ما يصنف مباشر. طيب هذا بعد أيضا مثال، يعني example 6 لو تلاحظين example 6 و example 7 هذا تتعرفين عليه لأنه مش مباشر الشكل. ليش؟ لو باخذ هذه المسألة بحط على هذه U، لو بحط لو بيجي على بالي كذا x وجذر 2x زائد 1 وبختار هذه تكون ال U، لازم المشتقة حقت هذه تكون موجودة. إيش المشتقة حقت هذه تكون موجودة؟ مين هي؟ x مشتقة 2x زائد 1 إيش مشتقتها؟ 2. أنا ما عندي 2، أنا عندي x، فمش قادرة أحاول أخليها تكامل بالتعويض مباشر. واضح؟ فقال عشان أحل الموقف راح أخذ هذه كامل باليو أجرب شو يصير. خلينا نشوف مع بعض. يو تساوي الجذر التربيعي لاثنين إكس زائد واحد ضريبتها، أو خلينا نربع الطرفين لأن أنا أبغى إكس تساوي، أبغى إكس يعني من اللي تحت، فأبربع الطرفين. يو تربيع تساوي اثنين إكس زائد واحد، اشتقي هذا السطر. اثنين. لا لما تشتقين تقولين اثنين يو دي يو صح؟ تساوي اثنين مين؟ بالنسبة لمين؟ لا لا هذا 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 الطرف بالنسبة لليو وهذا الطرف بالنسبة للإكس، فهنا 2 دي إكس ولا 2 دي يو؟ ممتاز. فلما أجي أرتب المسألة بتتحول هذه كلها يو، والدي إكس إيش بتصير؟ 2 دي إكس. لا الدي إكس خلينا نشوف واحدة واحدة. 2 يو دي يو. هذه خلصتها، هذه حطيتها يو، هذه أبي أحطها الدي إكس إيش بحط؟ اثنين يو دي يو على اثنين. ممتاز، فبصير اثنين يو دي يو على اثنين، يعني تروح اثنين مع اثنين. باقي لي هذه الاكس، شو اسوي فيها؟ نزلها. ما يصلح، ما يصلح مسألة، لا ما يصلح مسألة تكون فيها الرموز الجديدة والقديمة. هذه اكس صريحة صفر، ما ينفع لما اجي استخدم التعويض احط الرموز القديمة مع الجديدة. يا تخلينها بدلات الإكس وتدورين طريقة تحلين، أو تحولين رمز جديد ويصير كامل يتحول بالرمز الجديد. فهذه الخانة إكس عشان أحولها مفروض أشوف أي سطر، الأول ولا الثاني ولا الثالث عشان أرجع الإكس؟ الثاني عشان نعوض نخلي الإكس لحالها. ممتاز، فأروح أشوف السطر الثاني أقول له السطر الثاني هذا أخلي إكس في طرف والباقي في طرف، فيو تربيع ناقص الواحد يساوي 2 إكس. إذا من هي الإكس؟ يو تربيع ناقص واحد. يو تربيع. ممتاز، فصارت عندي يو تربيع ناقص واحد على اثنين. طبعا هذه من المسائل الطويلة بس يستخدم فيها التعويض. واضح؟ تروح عندي هنا الاثنين مع اثنين، اوكي، فبيصير عندي تكامل يساوي نص، وهنا افتح قوس عندي يو وعندي يو عندي يو مرتين وعندي يو تربيع ناقص واحد دي يو. كيف تتعاملين مع هذا؟ بنعوض. شلون يعني نعوض؟ تستخدمين تعويض تقصدين؟ اي بنرجع للجذر 2 اكس زائد 1. ما خلصنا، ما حلينا التكامل. شوفي لا ترجعين. اوزع اليو. ممتاز، فبيصير عندي نص تكامل يو اس 4 ناقص يو تربيع دي يو. بعدين اخذ يو عامل مشترك. لا أكامل بس خلاص زائد ثابت، وبعدين أرجعها لأصلها. إيش أصلها؟ دلالة مين؟ الإكس. بدلالة الإكس، يلا رجعها لأصلها بدلالة الإكس، بيصير نص تكامل عذرا مش تكامل، نص أس خمسة على خمسة على خمسة أيوة ناقص أس ثلاثة على ثلاثة زائد ثابت. مين اللي داخل اليو؟ إكس.
مين اليو اللي بشيلها برجع بإكس؟ جذر، جذر 2X زائد 1. جذر 2X زائد 1. جذر 2X زائد 1. فممكن هذا تلاقين اسمه جذر 2X زائد 1 أس 5، أو تلاقينا 2X زائد 1 أس 5 على 2، ما يفرق في الصيغة، يعني 2X زائد 1 أس 5 على 2 أو بهذه الطريقة. بس هذا مريت عليه لما عوضت كامل هذا بدلالة اليو. لو المسألة، لو المسألة كان ما فيها هذه، مين بتكون اليو حقتك؟ 2x زائد 1. ممتاز، بس لأني مجبرة بهذه الصيغة فأنا عشان كذا غيرتها. واضح؟ واضح. أوكي، مع الممارسة بتسهل إن شاء الله. كأول مرة بتقولين كيف أفكر فيها، إحنا الحين بما أننا ما أخذنا إلا هذه الطريقة، ففكري في كل التمارين اللي قاعدة تجي تشهلفة اليوم إن كيف، إيش التعويض المناسب اللي توصلي للحل، لأن أنا ما عندي طرق أخرى. خلينا نتقوى فيها في مهارتها، بعدين نقعد نفرز تنفع هذه الطريقة أو تنفع طريقة أخرى. واضح؟ طيب، هنا التكامل 2Z DZ على، أو هي موجودة مكتوبة، إيش شلون بتحلينها؟ راح أفضل زد تربيع زائد واحد، هذه بسميها أس سالب ثلث اللي قاعدة تحت، زد تربيع زائد واحد في 2 زد دي زد. يعني استخدم التعويضة قلتي لي اللي داخل، صح؟ هذا داخل. إيه أوكي، أي تعويضة تختارينها إذا استخدام التعويض بينجح تلاقي مشتقتها موجودة في المسألة. هل 2 زد دي زد موجودة أم لا؟ إيه موجودة. موجودة، الحمد لله، بتمشي. لو هذه مش موجودة ما أقول لك يمكن يمشي. أوكي، فهذه موجودة معناتها يمشي الموضوع. فالتعويضة عندي زد تربيع زائد واحد، فمنقول using substitution method. الديو راح تساوي 2 زد دي زد، هذه موجودة كلها كامل كلها الحمد لله. فبيصير عندي التكامل بيتحول، بيصير البسط إيش بيصير؟ يو ديو. والمقام بتقولين جذر التكعيبي لليو أو اللي أنا قلتها نرفعها فوق، خلاص. فبيصير عندي يساوي، خلينا نقول ما رتبنا شكله، ما رتبنا الشكل. طيب يساوي، فعشان تكملينها لازم ترجعين أس سالب ثلث ديو، أكاملها أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زائد ثابت، أرجعها لأصلها تساوي ثلاثة على اثنين زد تربيع زائد واحد أس اثنين على ثلاثة، مقام المقام، عدلت المقام هذا، زائد سي. مرام، مرام موجودة اليوم مكتملين، مرام موجودة، مرام مرام مش موجودة، لا زالت غياب. أوكي، فاطمة الأحمد موجودة، فاطمة الأحمد موجودة، لا زالت غياب. لينا القحطاني موجودة، لينا القحطاني، لينا موجودة، لينا القحطاني. أوكي غياب. طيب هاجر العنزي موجودة. أوكي، ساعدينا بالمسألة اللي هنا، هذه مرينا عليها في الريفيو أول أسبوع ورجعت لنا هنا مرة ثانية تأكيد أن هذه الطريقة تتبع هذا الدرس. تجيني مسألة اسمها ساين تربيع الإكس، مريت علينا في الريفيو وحليناها. هل موجود ساين تربيع في جدول التكاملات الأساسية أم لا؟ هل شفتي في جدول تكاملات تكامل ساين تربيع؟ أيوة موجود. إيش كان تكامله؟ ذكريني فيه. اللي هو واحد على اثنين. أيوة. في كوزاين الكيسي أتوقع. لا، هذاك ساين كي إكس مش ساين تربيع، هذاك ساين اثنين إكس. إذا كان السؤال ساين 2x قولي 1 على 2 في كوساين 2x بإشارة سالبة زائد ثابت، ممتاز. بس المسألة هذه ساين تربيع الx، نوار؟ ايوه. اي انت رافعة يدك كنتي، صح؟ ايوه. اي كيف كنا نحلها؟ اسمعيها هاجر شوفي ايش تقول. الساين 2x تصير كوساين مشتقة حقتها يعني. اي ولا... بس هذا الساين تربيع كيف كنا نتعامل معاها في التكامل؟
هل في جد في شوف إذا كان السؤال هل موجود تكاملات أساسية؟ لا مش موجود. نفس السؤال الثاني، هل في تعويضة مناسبة تحولها تكامل سهل؟ ارجعي إيه؟ قولي هذا هذه مسائل متطابقات مثلثية لIdentities trigonometric identities. هل في متطابقة لو استخدمتها سهلت هذا الشكل؟ ممكن أشارك نحطها زي اللي قبل شوي du dx. لا خلينا نسمع اللي بتشارك. شو اسمك؟ آمنة. يلا آمنة قولي. ذكرى بس أذكر كان لما نستخدم ساين سربيع نستخدم قانون اللي هو واحد أيوة. زين سو إكس أتوقع على أيه. على تو أيه. أيه. وكان هذا في المراجعة، ترى المراجعة للتأكيد داخلة معاكم في الاختبار، يعني التأكد من أن التكاملات تعرفين الأساسية تعرفينها مراجعة لها اللي 4.8 خلاص، وهذا مرينا عليه. شكرا لك. طيب يساوي هل تحويلة هذه خلتها سهلة؟ خلينا نشوف، أطلع النص برا، حدين، حد اسمه واحد وحد اسمه كوساين اثنين إكس، هل تحولت سهلة ولا ما تحولت سهلة؟ تحولت سهلة. تحولت سهلة، فلما أجي أكاملها بتطلع لي نص، أفتح قوس، أكامل الإكس بتصير إكس، بعدين سالب ساين تو إكس على اثنين، زائد ثابت. نفس الكلام كوساين تربيع الإكس. أيوة تفضل. عادي أشارك؟ السؤال الأول يعني نقدر نقول نخليه واحد على كوس التربيع. مين مين اللي واحد على كوساين تربيع؟ واحد على كوسك تربيع. مين هو؟ السؤال الأول هو ساين تربيع لك. أيوة. نخليه واحد على كوسك تربيع بعدين. وإذا خليتيه واحد على كوسك تربيع؟ كوسك تربيع تكاملها سالب وتان. لا. كوسيكنت تربيع في كوسيكنت تربيع في البسط تكاملها اللي تقولين عنه سالب كوتان صح، بس مو في المقام تكاملها صح ولا لا؟ اي ما يصلح. لا كوساين تربيع ايش التعويض اللي بتستخدمينها هنا؟ عادي شارك. عادي شارك. اكتبوا مشاركات في الشات عشان ما انسى. يلا طيب عادي شارك. اللي اول واحد طالبه الاول اللي هي مين؟ فرات. أنا قبل شوي قلت يوم البنت تتكلم بعدين هذه جات قالت وأنا قلت مرة ثانية فما يلا سمين. طيب يلا مين أنا ولا هي؟ أنت يلا. طيب أول شيء راح يكون نص تكامل واحد زائد كوزين اثنين إكس. أيوة دي إكس. يعني استخدمتي إيش هنا؟ استخدمت اللي هو التكامل كوزين تربيع. لا لا إيش الشيء هذا اللي حول كوساين تربيع إلى هذا؟ إيش هذا نسميه؟ إيش نسميه؟ هو في الكتاب موجود بس إيش نسميه هذا؟ إني أشيل كوساين تربيع، كوساين تربيع أشيلها وأحط بدالها هذه الصيغة، هذه إيش نسميها؟ تكامل حقها. نسميه لا مو التكامل حقها، نسميه التعويضة المتطابقة حقتها. الترجونوميتريك ايدنتيتي المتطابقه اللي تحول كوساين تربيع الى شكل اخر، هذا الشكل الاخر اسهل في التكامل. ترى احيانا في مسائل تستخدمين كذا الصيغه هذه، وفي احيانا مسائل ترجعين تستخدمين هذه على حسب ايش الشكل الموجود في المساله. فحاليا انا احتاج كوساين تربيع اشتغل عليها اني احولها الى ضعف الزاويه، فصار التكامل نص لتكامل 1 زائد كوساين 2 اكس دي اكس، واكاملها بنفس الطريقه اللي فوق. فهذه يسمونها تعويضة أستخدمها عشان أحل فيها المسألة. واضح؟ واضح. أوكي. اللي بنشوفها في 5.6 نفس الكلام بالضبط. الفرق أنه بيكون عندي أو الإضافة بتكون إيش؟ قلتها من بداية. الإضافة أنه بيكون عندي تكامل عند الحدود. محدد. فقط. التكامل محدود. Substitution and area between curves. Evaluate integral using substitution method. Find the total area. Find the area of the region closed by the line and curves. يعني نفس القانون اللي شفناه قبل بس هنا حط لي حدود. فنفس الأفكار اللي موجودة 5.5 شيليها معك في هذا الدرس، بس لو جات حدود كيف تتعاملين معها؟ يقولك إذا أعطاك حدود في البداية لازم حتى الحدود تعوضين عنها. يعني إذا كان تكاملك dx بدلالة الx، لما تحولينها بدلالة اليو، لما تحولينها بدلالة اليو لازم الحدود أيضا تتغير بدلالة اليو. يعني كأني أقراها عندما x تساوي 0 إلى x تساوي 2 إيش راح تتحول؟ راح تتحول عندما u تساوي إلى u تساوي هذه الحدود. فهذه الإضافة الوحيدة اللي موجودة في هذا الدرس وتطبيق عليها اللي هو الأريا، لأن الأريا عادة يقص لي الرسمة، يحدد لي رسمة من إلى، فما تكون فيها زائد ثابت.
واضح؟ فهي نفس 5.5 قاعد نكمل على الأفكار. هذه مرت علينا من قبل، كنا نقول هذه عبارة عن اليو وهذه مشتقاتها موجودة. المهم وصلنا لهذا الشكل، يعني خلينا نقول، نرجع نقول تكامل من صفر إلى اثنين لاثنين إكس إكس تربيع زائد الواحد تكعيب دي إكس. آخر شيء أعرفه إني أقدر أجيبه بدلات اليو، يو تكعيب دي يو، بس ما تعلمت إيش أسوي بعده. هذا درسناه في 5.5، هذا سحبنا معنا المعلومة، بس الفرق إنه في حدود، كيف تتعاملين مع الحدود؟ أعطوني أفكار. يمكن بعد ما أرجعها لشكلها الدي يو يصير أعوض بالاثنين والصفر. ممتاز جدا، وهذا اللي يصير دائما مع السرعة. في عندك خيارات، يا إن تحلينا كامل بدلالة اليو وترجعينا الأصلة بعدين عند الأصل تعوضين عند الإكس، أو من البداية تقولين مثلا كان هنا x يساوي 0 x يساوي 2 راح يتحول u يساوي u يساوي. خلينا ناخذ الطريقتين. عندما x تساوي 0، طبعا هذه المسألة كانت اليو عشان نرجع نكتبها، u تساوي اللي داخل x تربيع زائد 1. طريقة الحل خلاص موجودة الخطوات، ووصلت بالسبستيوشن ميثود ليو تكعيب زائد u تكعيب du. فكرتي هنا فقط إيجاد الحدود، فكرة فقط اللي قاعد أوضحها كيف أجيب الحدود. إذا كانت يو تساوي إكس تربيع زائد واحد عندما إكس تساوي صفر، مين اليو؟ يلا فكروا كيف أجيبها عندما إكس تساوي صفر عندما إكس تساوي اثنين. أوزع التكامل. أيوة، أروح أدور وين العلاقة اللي تربط اليو مع الإكس عشان أقول لما تشيل إكس بصفر تلقى اليو كذا. وين العلاقة اللي تربط اليو بالإكس؟ في تساوي إكس تربيع زائد واحد. ممتاز، فأقول اليو عند الصفر تساوي صفر تربيع زائد الواحد. وين عوّصت؟ عوّصت هنا في الإكس، في التعويض اللي عندي، فصار الجواب اليو تساوي كم؟ واحد. فمعناته اللي تحت إيش يكون؟ واحد. خلاص اللي عند البداية ترى واحد، أوكي. وعند الإكس تساوي اثنين نفس الكلام، عندما إكس تساوي اثنين شيل إكس مثلا، اثنين تربيع زائد واحد يساوي كم؟ خمسة. خمسة. فهنا إيش بكتب؟ حط خمسة. خمسة فقط. فقط. هل هذا صعب فكرته 5.6؟ لا. ممتاز، نرجع مرة ثانية نعيدها. يو تكعيب دي يو. خلاص كان عندي المسألة، عذرا عندي المسألة، خلينا نبدأها من فوق، من صفر إلى اثنين ل اثنين إكس في إكس تكعيب زائد واحد، هذه نقول الطريقة جبناها ونعرفها، تساوي التكامل ليو أس ثلاثة ديو. طريقة إيجاد الحدود، حط استفهام هنا واستفهام هنا. طريقة إيجاد الحدود بتكون اللي سويناها، إما هذه الخطوة إن تعوضين عند كل إكس وتعوضين عنها، فبتحلين لما أجي أحل إيش بيصير؟ لما جيت عوضت لقيت الجواب هنا واحد وهنا خمسة، وهنا خمسة، فإيش بتقولين الحل؟ إيش يساوي؟ الحل للتكامل عادي بالطريقة العادية إيش بتقولين؟ كيب. سؤال، إذا التكامل محدود الجواب دالة متغيرات ولا عدد؟ عدد. ممتاز، إيش هو هذا العدد؟ كامل يو تكعيب، إيش تكامل يو تكعيب؟ يو اس 4 على 4. اوكي، شيليها من يو تساوي 1 الى يو تساوي 5، ايش بيطلع الجواب؟ 5 اس 4 على 4 ناقص 1 ناقص 4 على 4. احسبيها بيطلع لك عدد موجود، اللي موجود عندكم 156، طلع الجواب يساوي 156. هذه حليت المسألة لما جيت حولتها باليو، هل رجعتها الأصل الإكس ولا خلاص كل المسألة تحولت يو؟ كل المسألة تحولت كلها. ممتاز، واضح. ففكرة هذا الدرس فقط البوكس هذا الصغير اللي موجود تحت فقط، إن لو عطيتك حدود كيف تطلع الحدود الجديدة. واضح، لو عطيناكم حدود كيف نطلع الحدود الجديدة. في طالبات يحبونها بالطريقة traditional، بعض الكتب تلاقيه يحلها بالطريقة هذه وبالطريقة اللي رجع لأصلها بعدين يعوض. خلينا نمارس واحدة نتمكن منها بعدين نشوف الطريقتين. الدرس هذه فكرته أن أنا لما أعطيك X تعطيني من اليوم، وإذا شفنا اختلاف في الفقرات اللي قدام نوريكم. طب هذا تكامل أيضا، تكامل محدود معناته أنه فيه تعويض، يعني 5.6
كوساين باي ناقص إكس. طب هل هذا الجدول هل هذا موجود في التكاملات الأساسية؟ لا لا. فبنقول له التكامل من صفر إلى باي على أربعة لكوساين باي ماينس إكس دي إكس. ليش راح نقول له؟ كيف راح تحلينا؟ يو يساوي باي ناقص إكس. أي خليني لحظة ثواني. طالبات مين عندنا مشارك؟ رغد، رغد الحازمي، رغد الحازمي موجودة. طيب ساعدينا، ساعديني رغد. يكون الدي اليو بتكون كوزين. اليو دائما الدالة الداخلية اللي تخلي اللي تسهل الشكل. يعني ايش تحبين تشوفين شكل المسألة، كوساين يو ولا تشوفينها كوساين دالة معقدة؟ ايش الشكل الأحلى؟ باي ناقص الإكس. اي خلاص، هذه كلها الدالة الداخلية شيليها كلها سميها يو. اوكي، فيوزينج سبستيتيوشن ميثود، طبعا تكتبين سبستيتيوشن ميثود في الاختبار مش هذه اسم. طيب يوزينج سبستيتيوشن ميثود يو تساوي باي ناقص إكس، ضريبتها مين الدي يو؟ الدي يو اللي هي الكوزين. لحظة، يو تساوي ثابت ناقص إكس. اشتق اليو، ايش مشتقة الثابت؟ بيكون باي نفس ما هو باي. مشتقة الثابت دائما صفر. مشتقة الكونستنت دائما صفر. مشتقة الإكس إيش تساوي؟ صفر، لأنه يعني ما واحد. واحد لأن إكس أس واحد. أوكي، مشتقة إكس أس إن تساوي إيش؟ إن أيوة N وأنقص منه واحد. فهذه تكون المعلومات عندنا موجودة، لأن ما راح أحل تكامل اثنين وأنا الاشتقاق عندي ما أعرفه. أوكي، نتأكد من هذا المقطع. فمشتقة الباي إيش بتقولين لي؟ إيش مشتقة الباي؟ صفر. ممتاز. ناقص إيش مشتقة الإكس؟ واحد. واحد، خلاص بتقولين دي إكس. إذا خلصتي قولي دي إكس. اللي موجود في الطرف اليمين بالنسبة لإكس يكون دي إكس، اللي موجود في الطرف اليسار يو يكون دي يو. خلصنا الحمد لله. طيب بعدين في بوكس حق 5.6 اللي هو بوكس ايش؟ الحدود. الحدود اوكي، يعني عندي الحدود ايش موجوده؟ at، خليني اكتبها، ليش ما قاعد يكتب؟ at x equals 0 at x equals pi over 4. أروح أشوف كيش اليو المناسبة حقت هذه الفقرة. واضح؟ مين بتكون اليو هنا ومين بتكون اليو هنا؟ بتكون بعوض. ممتاز. وين تعوضين، في السطر الأول ولا السطر الثاني؟ السطر الثاني. يو. يو. في السطر الأول يو ولا السطر الثاني يو؟ كلمة يو. السطر الأول. السطر الأول، فاليو عند الصفر، شيلي الإكس من الصفر، إيش بيطلع؟ عذرا، إيش بتقولين؟ ناقص الصفر. باي ناقص الصفر، ممتاز، يعني كم؟ باي. ممتاز، يو عند باي over 4. بطرح اللي هو باي ناقص باي على 4. كم؟ 3 باي على 4. كامل ناقص ربع يعني 3 أرباع. اوكي، كامل ناقص ربع 3 4. اوكي، فهذا البوكس 5.6 تلاقين كتب ومسائل تحلها بهذه الطريقه، وكتب تتاجله وتحلها في الاخير. خلينا نتبع بهذا المسار، ان احنا من البدايه بنحط هذا البوكس. اوكي، وممكن اوريكم نفس المساله ايش اقصد بالطريقه الثانيه. طيب فبيصير عندي التكامل هنا، لما اجي احوله بدلاله اليو بتصير عندي يو اللي تحت، مين بتكون يو تساوي كم؟ يو اللي تحت طيب 3 باي على 4. اللي تحت باي. باي شوفي، صفر لما كان الجواب صفر صار باي، ولما كان الجواب باي على أربعة إيش صار؟ 3 باي على 4. ممتاز. تقيدي مهما كانت الإجابات، تقيدي إن الجواب اللي تحت حطيه تحت وجواب اللي فوق حطيه فوق، حتى لو كان مثلا تحول كبير صغير ما له شغل. لما كان صفر صار باي، لما كان باي على 4 صار 3 باي على 4. بعدين بتقولين كوساين يو، طب دي اكس ايش صارت؟ هذه لو برتبها تصير سالب دي اكس.
أحتاج بس دي إكس. أنا الحين مرحلة الـ substitution method، كل هذا بحوله بدلالة اليو. الدي إكس هل الدي إكس تساوي ديو ولا تساوي سالب الديو؟ سالب الديو، لأني أنا أحتاج دي إكس فقط، فبتكون تساوي سالب الديو. خلصنا المسألة، بيصير التكامل سهل مباشر، كوساين يو ديو من يو تساوي باي إلى يو تساوي 3 باي على 4، حليها بيطلع لك الجواب عدد ولا دالة؟ بيبقى أنا تكامل محدود عدد، عدد الجواب بيساوي عدد، فتكاملها بتساوي سالب السالب برا سالب ساين يو من يو تساوي باي إلى يو تساوي 3 باي على 4، وتحسبين للناتج خلاص، وهو موجود لكم الناتج. أوكي، ففكرة 5.6 تكرار ل 5.5 بالإضافة إلى هذا الصندوق الصغير، اللي بما أن أنت عطتني حدود أنا أحول حتى الحدود إلى حدود جديدة. واضح؟ واضح؟ أوكي. الطريقة الثانية اللي بعض الكتب تستخدمها وحتى كتابكم في نهاية يعني بعض الدروس اللي جاية في المستقبل، يأجل فكرة التعويض، يأجلها، مش هو عارف أن التكامل بيتحول، يأجل فكرة التعويض. شوف إيش سوي، يأجلها. يصير نفسها هي نفسها ما تتغير صح، يكون صفر. إيه نفس شوي، مهما اختلفت الطرق الجواب مفروض يكون واحد. أوكي أوكي، فلما يجي هنا يأجل إيجاد الحدود بس تأجيلا، يجيبها بس يعني يوريها بطريقة، يشتغل على الموضوع يقول أنا بس بأجل الموضوع يو، أدري إن اليو بحسبها عند الصفر وأدري إن اليو بحسبها عند باي على 4، بس ما راح أقول لك الجواب كم، ويقعد يكرر يقول اليو عند الصفر واليو عند باي على 4. لما يجي هنا عند المسألة يروح يرجعها للشكل الأصلي، يعني يو عند الصفر يو عند باي على 4، يروح هذا يرجع الدالة الأصلية اللي هي إيش اسمها، يروح يرجعها لشكل x زي 5.5، فبيصير كوساين سائل عذرة مش كوساين سالب سالب ساين باي ماينس x صح. لما نيجي هنا يرجعها من x تساوي إلى x تساوي إيش بيرجع؟ بيصير صفر وباي على 4. أيوة الأصلية اللي في المسألة. فكأنه هنا يقول أنا ما راح أستخدم بوكس، بس أنا برجع المسألة بحل 5.5 كامل كأنه ما في حدود، وبعدين لما أرجع الناتج الأصلي للشكل الإكس أقول عند الحدود إكس تساوي إكس تساوي، ولازم اثنينهم نفس الجواب يوصلون. أوكي، مهما اختلفت الطرق الجواب واحد، بس إحنا اللي موجود في الكتاب إن إحنا نعوض عند الحدود في هذا الدرس خصوصا. تلاحظين الكتاب شوي في المستقبل مرة بيسويها كذا مرة بيسويها كذا، واضح؟ فالجواب النهائي طلعها احنا اللي هنا عوضها، استخدم اي طريقة عوض عند الحدود صح؟ عوضت عند الحدود الجواب يساوي سالب جذر 2 على 2. نطبق كذا مسألة عادي ما عندنا مشكلة لأن بنطبق عليها الاريا. طيب ايفالويت التكامل سالب 1 الى 1 والدالة عطتني بهذا الشكل، ايش بيطلع الناتج؟ ايش بنستخدم؟ عشان نستخدم السبت substitution method. ممتاز، سالب واحد إلى واحد لثلاثة إكس تربيع للجذر التربيعي إكس تكعيب زائد واحد دي إكس. أوكي طيب هذه عشان أحلها أيوة اللي تحت الجذر هذا كله مناسب إنه يكون substitution method، لأن هذا اللي حطيت عليه دائرة مشتقتها تراها موجودة، يعني إكس تكعيب دالة من درجة الثالثة إيش مشتقتها؟ ممتاز، فبنقول له بوضع يو تساوي هذا الشيء إكس تكعيب زائد واحد مشتقتها موجودة اللي هي ثلاثة إكس تربيع زائد الواحد، عذرا ما في زائد واحد، ثلاثة إكس تربيع دي إكس. بما أن في حدود إيش بنسوي؟ نعوض. فبنقول أيوة تبون نحطها بالحدود، تبون نخلي الحدود كطريقة أخرى اللي تبون. لا الحدود نعوض. أوكي نعوض عند الحدود، فبنقول at x, x equals minus one. إيش بتكون اليو حقتها؟ at x equals plus one إيش اليو حقتها؟ هذا الإضافة الجديدة لأن في حدود. أوكي فبعدها نعوض بالتكامل اليو. تبون أجل هذا الجواب، خلينا نعوض التكامل تحت بعدين أرجع أعبي الأجوبة.
يلا بيصير عندي عشان ما أنسى فكرة التكامل التعويض. ثلاثة إكس تربيع دي إكس، هذه كلها تنشال إيش تنحط؟ ديو. ممتاز. وبعدين صارت جذر يو ديو، باقي لي بس أطلع الحدود. أوكي يلا نيجي نطلع اليو عند السالب واحد، تعوضين عند مين؟ عند واحد ولا اثنين؟ واحد. ممتاز. اليو لما تشيلها تشيل الإكس تسمي سالب واحد، بيصير سالب واحد. واحد زائد واحد يعني صفر. تكعيب زائد واحد، الجواب يساوي صفر. اليو عند الواحد كم؟ واحد. تكعيب زائد واحد، الجواب يساوي اثنين. فمعناتها الجواب من صفر إلى صفر اثنين. أيوة، فإيش راح يصير؟ جذر صفر. لحظة، هل حليتوا التكامل عشان تقولين جذر صفر؟ لا لا لا. إيه أوكي. صفر إلى اثنين يو أس نص تساوي. ما نطلع ثلاثة برا، نزيد الأس ما في ثلاثة، نزيد الأس واحد ونقسم واحد على الأس الجديد من صفر إلى اثنين وعوض. فبيصير عندي المقام اللي اسمه اثنين على ثلاثة رتبته، فبيصير عندي عند الاثنين فبيصير اثنين أس ثلاثة على اثنين، كم بيطلع اثنين أس ثلاثة على اثنين؟ ناقص صفر، اثنين جذر اثنين صح؟ بيطلع الناتج إيش يساوي؟ أربعة على ثلاثة جذر اثنين. واضح؟ واضح. بيطلع لي أربعة على ثلاثة جذر الاثنين. طيب خلينا نشوف اللي بعده. We use the method. عندنا هنا كوتان كوساين تربيع، عندنا تان إكس. خلينا نأخذ طبعا اللي تحت يور تان، هذا بتحلينا. كوتان في كوسيكن تربيع، مين الدالة من مشتقتها؟ الدالة كوتا تيتا. ممتاز ممتاز جدا إن أنت تقدرين تستوعبين مين الدالة من مشتقتها، وهذه المهارة يفترض مع الممارسة بتتمكنين منها أكثر من الآن. كوساين تربيع ثيتا دي ثيتا. الحدود التكامل من باي أوفر 4 إلى باي أوفر 2. باي over 4 باي over 2. فلما أجي أحل نقول هنا بحط يدي على هذه وبقول ترى مشتقتها قاعدة، بس الفكرة أن ناقصها إشارة سالبة، ما عندي مشكلة أعوضها. فبنقول بوضع U تساوي cotan cotan theta، هذه دويرة، إذا مشتقتها تساوي سالب cosecant تربيع الثيتا دي ثيتا. إذن بعدين تساوي هذه كلها أبيها، معناتها السالب وين أوديها؟ الطرف الثاني. ممتاز، فصارت سالب ديو تساوي هذا الشيء اللي أبغاه اللي اسمه كوسيكنت تربيع الثيتا دي ثيتا. طيب معناتها خليني قبل البوكس هذا اللي بستخدمه، في بوكس هنا موجود، إذا التكامل بيكون من إلى يو مضروب في مين؟ في سالب ديو. سالب ديو. يبقى لي الحدود، يلا خلينا نطلع الحدود. At x تساوي لا ثيتا. ثيتا أوكي. ثيتا تساوي باي over 4، ثيتا باي over 2. هل هم شتتكم إن إحنا بادين من أسفل أعلى، تبون أعلى هو الأعلى والأسفل هو الأسفل؟ عادي، في طالبات يكون اللي فوق. أي يعني إذا تبينا كذا عادي، الجواب اللي فوق بيصير فوق والجواب اللي تحت بيصير تحت، أهم شيء لا تحطين جواب في مكان ثاني. يعني إذا قلت ثيتا equals باي over 2 هذا الجواب اللي فوق أروح أحطه فوق، أوكي، واللي تحت أحطه بنفس الطريقة عادي، أنا اللي الحرية أبدأ بالحد اللي أبغى. أوكي، مين اليو عند باي أوفر 2 ومين اليو عند باي أوفر 4؟ أجهز الآلة الحاسبة. كوتان باي أوفر 2، أو تعرفون جواب ولا لا؟ واحد. كيف تج... أوكي واحد. اللي هي كوساين على ساين. كوتان هي عبارة عن كوساين على ساين صح؟ واحد على صفر. أي اي كيف تتعاملوا مع الموضوع؟ كوتان باي اوفر 2 كم الجواب؟ زيرو. اختلفت الاجابات، سمعت صفر، سمعت واحد على صفر، اتفقوا على جواب. الاله شو تقول؟ صفر. الاله قالت صفر. اوكي صفر، اللي هي كوساينها صفر وساينها واحد، فصار البسط كوساين على الكوتان عباره عن كوساين على ساين، فصفر على واحد يساوي صفر. هنا نقول له كوتان باي أوفر 4، إيش بتقول الآلة الحاسبة؟ أصلاً باي على 4 الكوساين لها نفس ساينها، فإيش مفروض يكون الكوتان؟ واحد. واحد، ممتاز. فحين كلمة صفر وين أحطها، فوق ولا تحت في الحدود؟
فوق تحت. اي انا باديه باي اوفر 2 معناتها تصير نفس المكان صح؟ فوق واللي صح. تحت بتصير رقمها واحد. واحد. اذا تبين تبدين ابدي العكس، اهم شيء اللي انا باديه باي اوفر 2 اللي فوق تحول صفر، فهذا الباي 2 تحولت صفر والباي على 4 تحولت واحد، فبيصير التكامل سالب تكامل واحد الى صفر. تجين تقول لي كيف من صغير من كبير الى صغير؟ انا ما لي علاقه، انا شلت حد بحد، ما دققت من كبير من صغير. فسالب يو دي يو هذه لو برتبها في حد في البروبرتيز حق التكاملات ايش اكتب؟ ايش نكتب؟ في طريقه اللي هي التكامل اي ال بي هو سالب التكامل بي لاي، فاقدر اقول تنعكس الاشاره يصير التكامل من صفر الى واحد يو. ما تبين تعكسين الاشاره لا تستخدمين بروبرتيز عادي، حلي كانك ما تعرفين بروبرتيز او ما تحتاجين تستخدمينها، ما عندك مشكله، بس في بروبرتيز تسهل هذا الحل. اوكي، فبصير تكاملها سالب بيقعد برا، يو تربيع على 2 من واحد الى صفر، فمضطر بنفس الترتيب اقول له صفر على 2 ناقص واحد على 2، فالجواب يساوي موجب نص ولا سالب نص؟ موجب. ممتاز ممتاز، الجواب يساوي موجب نص. بنفس الطريقة التكامل اللي جنبه كان تان ثيتا، وإيش كانت الحدود؟ من سالب باي أوفر 4 إلى باي أوفر 4 تان إكس، تان إكس عذراً، تان إكس دي إكس. فشون بتحلينها؟ هل تان موجود في جدول التكاملات الأساسية؟ لا موجود، لا ما في. في تان كان؟ مين ايش كان الجواب اللي هو باللن؟ سيكنت العكس، تكامل السيكنت تربيع ثيتا دي ثيتا هو عبارة عن تان، بس مش تكامل التان سيكنت تربيع، مش العكس. هذا اقول تان ثيتا، ننتبه. فمعناته هذا مش موجود في جدول التكاملات الأساسية. طب كيف اتعامل مع كلمة تان اكس بالحالة؟ استخدمي تعويضة تسهل علي شكلها، يعني كتبي التان بطريقة اخرى. ساين على كوساين، فبيصير ممتاز ساين اكس على كوساين اكس دي اكس من سالب باي اوفر 4 الى باي اوفر 4. بعدين نخليها اللي هي كوساين. زينب، زينب البدر، زينب البدر، بعدين ايش نقول؟ زينب البدر، رهف عبد الوهاب، رهف عبد الوهاب، سارة القويزاني، سارة القويزاني، اوكي، مزون المحمود، مزون المحمود، منال العصيمي، ما شاء الله، نورة مسلم موجودة. اي انت نورة مسلم صوتك تشارك، يلا تفضلوا يعني. اي اوكي يلا ايش نقول؟ نحط اليو مكان ال اي وين احط اليو؟ اي دائما اليو في المكان الاصعب عشان المشتقة هي اللي تكون جاهزة قاعدة جنب الدي اكس. اي يعني تبينها ساين، خلينا نجرب، خلينا نجرب ناخذ اليو ساين. يلا اليو تساوي ساين اكس، الديو تساوي كوساين اكس دي اكس. هل كوساين اكس قاعدة جنب دي اكس؟ لا. معناته ينفع؟ لا. معناته نقول بس ارجع بدلي الموضوع، بدلي. فنقول يو هي الكوساين. ممتاز، خذي اليو هي اللي تحت كوساين اكس، الديو تساوي سالب ساين اكس دي اكس. هل هذه موجودة؟ لا، بس نحط يعني سالب، يعني موجودة على السطر أهم شيء. إيه موجودة. اي فمعناته هذه ساين اكس دي اكس تساوي سالب دي يو. طبعا في بوكس التحويل معناته التكامل بيتحول من بيتحول دي يو باشاره سالبه على اليو. واضح؟ اضيف فكره ان هنا ات طيب at خلينا نجرب ات اكس ايكوالز سالب باي على 4، ات اكس ايكوالز موجب باي على 4، ايش يساوي؟ نعوض في اليو. طيب اليو تساوي اليو تساوي يلا كوزاين، أيوة سالب باي على 4، أيوة ما أعرف الناتج. الكوساين قيمتها جذر 2 على 2،
وهذه جذر 2 على 2 نفس القيمة، فبيصير جذر 2 على 2 إلى جذر 2 على 2 من نقطة لنفسها. إيه نفسها. يعني كيف نتعامل مع هذه؟ إذا جت نفس. في قانون يقول من A إلى A لـ F إيش يساوي؟ صفر. أتوقع. ممتاز. ممتاز صفر. لأني ما تحركت مسافة معينة، ما طلع لي مساحة معينة، أنا قاعدة في نفس المكان، فالتكامل صفر. فهذا من الطرق، لما جيت عوضت لقيت أن بعد تعويضة اليود طلع من نفس النقطة إلى نفس النقطة، فمعناته التكامل إيش يساوي؟ التكامل صفر. أي صفر. إيش ناتج صفر. صفر. ممتاز. أوكي هذه your turn عليكم. هنا الشريحة فيها even و odd، هذه ممكن تفيد بس إذا أنت مش عارفة كيف تستخدمينها مش مضطرة تستخدمينها، بس افهميها. إذا عندك دالة زوجية even function، إيش معنات even function؟ هي الرسمة اللي موجودة فوق ولا الرسمة الموجودة تحت؟ من هي even function؟ A or B؟ اللي فوق. اللي فوق. الايفن فانكشن مواصفاتها انها متناظره حول محور الصادات، يعني اي رسمه تبي اي نقطه تبيها هنا ترى لها نفس الشيء متناظر، اي نقطه تبغاها هنا تراها متناظره، يسمونها التناظر. يعني السيمتري حقها محور الصادات، يعني الاف عند الاكس ترى قيمتها بالضبط نفس الاف عند السالب اكس، لهم نفس القيمه، هذا معناته ايفن فانكشن. طيب اذا عرفت ان الفانكشن اللي عندك ايفن، وكيف اعرف ان الفانكشن ايفن؟ لازم اسوي له الاختبار. اذا لقيت f of minus x نفس f of x معناته ايفن فانكشن، معناته التكامل من سالب a الى a كامل. هل يحتاج ادرسه كامل ولا اقول هو عباره عن 2 لصفر ال a؟ هذا يريحني بس في ايجاد حدود. احنا دائما نحب الصفر في الحدود لان التعويض فيها اسهل. فاذا جاتك مساله من سالب ثابت الى نفس الثابت وكانت الفانكشن even، معناته هو عبارة عن 2 للتكامل 0 لأي، لأن هذا التكامل نفس هذا التكامل، فبدل ما تحسبه كامل وتعوض هو عبارة عن 2 للتكامل. الأحلى في الفردي، إذا اكتشفت أن الفانكشن عندك فردي، وإيش يعني فانكشن فردي؟ متناظر حول مين؟ يعني القيمة هذه، القيمة هذه لها علاقة مع القيمة هذه بإشارة إيش؟ سالبة. سالبة، يعني قاعد يقول لي ترى f of سالب x هي نفس f of x بس بإشارة إيش؟ سالبة. سالبة. فاختبار الأود بتسوينا بهالطريقة، تروحين تجيبين f of سالب x، إذا طلع يساوي مش f of x بس يساوي سالب f x معناته هذا odd function. الأحلى منه إن إذا جاك التكامل على طول قول صفر. ليش؟ ليش عرفت انه في اي odd function يعني التكامل؟ يعني الاولى اشارته عكس الثانيه لما ايوه، لان هذا اشارته موجب، مثلا خلينا نقول موجب موجب رقم، اوكي خلينا نقول موجب اي، هذا بيكون ايش؟ سالب اي. سالب اي. وبعدين هذا نقول اسمه موجب جي، وهذا عذرا هذا سالب جي، وهذا سالب. مين؟ موجب جي. فمعناته كلهم قاعدين يلغون بعض لدرجه ان التكامل ايش راح يساوي؟ صفر. صفر. إذا أنا مش متمكنة باستخدام القانون استخدم الطريقة الكلاسيكية وحلي عادي، بس هذا من مزايا الأود فانكشن. إذا أنا أي دالة فردية أبغى أعطيني دالة فردية معروفة، مين هذه؟ رسمة مين هذه؟ ساين ولا الكوساين؟ كوساين. ساين. ساين. ساين إكس دالة فردية، أوكي. ومثال على الدالة الزوجية اللي هي الكوساين، الكوساين تيجي دالة زوجية بهالشكل. فالدالة الزوجية تقولين ضعف المنطقة، الدالة الفردية إذا تبغى تكامل من سالب 5 إلى 5 أقول صفر لأنهم يلغون بعض. واضح؟ طيب هنا نبي نطبق، أعطاني التكامل من سالب A إلى A، يبغى يطبق اللي قبل شوي. طبعا أنت عشان تحلين مش مجبرة تستخدمين اللي قبل شوي، يعني عادي أقول الجواب يساوي X أس 5 على 5 ناقص 4 X أس 3 على 3 زائد 6 X، وأقول من X تساوي سالب 2 إلى X تساوي 2، عادي مش لازم تستخدمين القانون. فبتعوضين عند 2 بعدين بتعوضين عند سالب 2 ويطلع الجواب. ممتاز. لو بستخدم الفكرة، هل الدالة زوجية أم فردية؟ لو أبغى أستخدم الفكرة أنا مش مجبرة. زوجية. الدالة زوجية F is even، F is even. كيف عرفت؟ لأني جربت f of سالب x، أس 4 زوجي، أس 2 زوجي، أس 0 زوجي. f of سالب x لما تحلينها بيطلع لك نفسها f of x، فمعناته لو بستخدم هذه الفكرة إيش بيكون التكامل؟ إيش يساوي؟ إيش قالت النظرية؟ هل يساوي صفر؟ لا، 2 يساوي 2 من صفر
يساوي 2 للتكامل من 0 ل 2، بس انا فيني اني بكامل ترى زائد 6 دي اكس، فتغير ان الفكره ما صارت من سالب 2 2، صارت 2 للتكامل من 0 الى 2، اكس اس 5 على 5 ناقص 4 اكس اس 3 على 3 زائد 6 اكس، فما فيها الفرق الكبير، بس الفرق تسهيل علي في ايجاد التكامل، وتحلين عادي الحل مش صعب تعويض. اوكي باقي لنا تقريبا 10 دقائق، هذا المدخل حق الاريا، اريا بتوين كيرفز. هنا اقدر اجاوب اسئله الاريا بطريقه اكثر بروفيشنال باستخدام القوانين الموجوده، والطريقه جدا سهله. اوكي نقرا الديفينيشن مع بعض ونوضح ايش المقصود. اف اف ان جي ار كونتينوس فانكشنز وذ اف اوف اكس اكبر مساوي جي اوف اكس، يعني افترض ان عندك دالتين، داله باللون الازرق هذه اف اوف اكس، ودالة باللون الأصفر g of x، والf صار أعلى من ال g of x. Then the area of the region between the curves from a to b is the integral f minus g from a to b. إيش أبغى يقول هذا الكلام؟ إذا لقيت الدالة محصورة بين f و g وطلبت طلبت الاريا بينهم، the area between the curves، إيش يعني between curves؟ يعني اللي بين الأزرق وبين الأصفر، هذه المنطقة. The area between the curves، طبعاً هم كأثبات استخدموا ريمان، عشان كده صارت مربعات، استخدموا ريمان والإثبات موجود وعطونا إياه بالشكل النهائي المرتب هذا. أوكي فلو تلاحظين ليش في مستطيلات، لأن مستخدمين فيها ريمان سم. أوكي قسموها مقاطع صغيرة، في كل مقطع احسبوا إيش المساحة الصغيرة حقها، جمعوها إذا طلعوا النتيجة النهائي. أوكي استنتجوا إن الأريا between the curves هل بيكون الأسفل ناقص الأعلى ولا الأعلى ناقص الأسفل؟ تتوقعون منطقياً بما أن area الأعلى ناقص الأعلى. ممتاز. فدائماً إذا كانت الرسمة مرتبة على شكل الدي إكس، وعندي الرسمة فوق اسمها y تساوي، اللي فوق اسمها y تساوي f of x، واللي تحت y تساوي g of x، مرتبة على شكل y تساوي y تساوي، ترى في مسألة أحيانًا x تساوي x تساوي. إذا كانت المسألة مرتبة بهذا الشكل، خذي المقاطع بحيث تقولي مين y الأعلى ومين واي الأسفل. أوكي يعني نجي نقول إذا جاتني مسألة وقال لي أوجدي لي الأريا المحصور بينهم، أنا أرتب المسألة بحيث أني عشان أغطي المنطقة الكاملة هذه بين الأعلى والأسفل، فأنا راح أخذ شريحة طولية ولا شريحة بالعرض؟ شريحة تمسك، شريحة تمسك اللي فوق مع اللي تحت. أوكي هذا اللي فوق اسمه واي أعلى ولا واي يمين ولا واي يسار، وإيش نسمي هذا؟ إيش رأيكم؟ يمين يسار أعلى أسفل، إيش نسمي الواي؟ شبي محور الواي، أي محور الواي، يا تقولين أعلى يا تقولين أسفل. محور الإكس يا تقولين إيش أو إيش، إيش اللي يناسبها الاتجاهات اللي مناسبة؟ يمين يسار. ممتاز. إكس يمين هي إكس الكبيرة، إكس يسار هي إكس الصغيرة. في الواي، واي أب هي واي الكبيرة، وواي داون هي مين؟ واي الصغيرة. طيب تخيلي هذه كأنها صايرة على عجلات. إيش يعني عجلات؟ يعني واي الأب الموجودة راح تمسك المنحنى واي الأب من البداية للنهاية. فتخيل إن هذه عجلة قاعدة تمشي من البداية للنهاية، ماسك الواي أب ده في طول الطريق كامل، وماسك الواي داون طول الطريق كامل. هل قطعت وغيرت الرسمة ولا في نفس الواي ممسوكة؟ نفس الواي. واضح؟ فالفكرة الحين عشان أوجد الأريا، بقول للأريا هي عبارة عن لو تخيلينها أن كانها سيارة زي المستطيلات الصغيرة، بصير عندي امشي على طول هذا المنحنى y up ناقص y down على طول المنطقة اللي أنت طالبها. فإذا أنت طالب المساحة من A إلى B، إذا أنت طالب تبدأ المساحة من A إلى B، معناته العجلة عندي تتحرك من x كم إلى x كم؟ من x يساوي A إلى x يساوي B. يساوي B. أوكي أنا لما أجي أتحرك، أتحرك على طريق الـ x ولا طريق الـ y؟ ممتاز. العجلة عندي تتحرك كذا، فبتتحرك على الدي اكس. تخيليها بشكل كأنها عجلة، هذه العجلة قاعدة تتحرك على طريق الاكس، فبتلاقين كلمة اكس تساوي اي الى بي دي اكس، وتقولين هنا يعني لو بجي برتبها بقول مين واي الاعلى ومين واي الاسفل دي اكس من اكس الصغيرة الى اكس الكبيرة، نطبق عليها مثال وعشان يوضح اكثر. طيب هنا عندي مثال. Find the area of the region bounded above. شوفي لما يقول لي bounded above قاعد يغششني أو يسهل لي، لأن أحيانا ما تكون الرسمة موجودة. مين المنحنى الأعلى؟ The curve y equals
2 e اس ماينس اكس زائد اكس and below by the curve وعطاني فالأبوف هو هذا هذا ال y up هذا اسمه y up وهذا اسمه y down okay from x equals 0 إلى x equals 1 أنا بطبق فكرة الأريا فكرة الأريا أني أحاول أظلل المنطقة هذه كامل فمعناته أن هذه العجلة أو هذه العربة الموجودة بتتحرك على طريق ال x ولا الحين انت خدتي مقطع طولي انا لما تجي لي مساله ايش بسوي بسوي مقطع طولي يمسك واي الاعلى مع واي الاسفل اوكي مين واي الاب ناقص واي داون 2 اي اوكي من اكس يساوي كم الى اكس يساوي كم من 0 الى 1 0 الى 1 الى من 0 الى 1 مين واي اب 2 اي سالب اكس زائد اكس ومين واي داون نص أس الـ EX ممتاز فتحولت صحيح أني أنا جاوبت طلب مني سؤال الأريا جاوبته بإيجاد أي درس باستخدام أي درس التكامل ولا الاشتقاق ولا إيش بالتكامل بالتكامل فعشان أعوضها بقول من صفر إلى واحد أرتبها 2 E أس سالب X زائد X ناقص نص E أس X أحل عادي بيطلع لي الناتج هل الناتج عدد ولا الناتج دالة دالة عدد عدد ولا دالة عدد إيه بتكاملين عادي بتقولين تكامل يو سالب إكس اللي هو نفسها على سالب واحد زاد إكس تربيع على اثنين ناقص نص نفسها التكامل صفر إلى واحد ولازم يطلع العدد موجب ولا ممكن يطلع العدد سالب موجب لأنها إجبار إذا استخدمتي هذه الطريقة ما في اسمها قيمة مطلقة خلاص إجباري بيطلع موجب لأن أنت ضمنتي إن ماسكة واي أب وماسكة واي داون فإجباري يطلع الجواب موجب واضح فتعوضين هنا عند الحدود يطلع لك هذا الجواب خلاص فإيش الجواب اللي بيطلع هنا في سؤال أربعة بيطلع لك العدد تحطينها بيطلع لك في العدد انت تعوضين عند الحدود عوضيها بيطلع لك العدد فيها سالب 2 على اي لما تعوضين عند الحدود ناقص نص اي زائد نص ناقص سالب 2 سالب نص عوضيها وشوفي ايش بيطلع الناتج المهم ان الجواب بيطلع عدد موجب واضح فكل مسائل الاريا كانه تخيلي الموضوع عباره عن عجله العجله اخذها بالطول ولا أخذها بالعرض مين اللي حدد في مسائل ترى أحيانا تأخذينها بالطول وفي مسائل تأخذينها بالعرض إحنا الحين إلى الآن نأخذ المسائل بالطول لأن المسألة مرتبة على شكل y تساوي y تساوي إذا جات المسألة قال لي find the area of the region enclosed by the parabola لما يقول لي enclosed by تعرفين مين الأعلى ومين الأسفل enclosed المحصورة بينه تعرفين مين الأعلى ومين الأسفل لا أيوة فهنا أنت مضطرة تعرفين كيف أجيبها y يساوي سالب x والخط المستقيم اللي اسمه y يساوي سالب x أوكي هذا المنحنى هذا y يساوي 2 ناقص x تربيع يعني ترسمين ناقص x تربيع وتروحين إزاحة إلى الأعلى خطوتين فبتصير بهذا الشكل بس هنا الرسمة موجودة فسهل لي علي حتى لو الرسمة مش موجودة أروح أقول له y تساوي 2 ناقص x تربيع عندنا 2 بتصير بهذا الشكل y تساوي x طب طالبها من مين لمين؟ The area enclosed by فبتصير المنطقة المحصورة بين هذه وهذه فأروح أشيل الرسومات الباقية صار زي اللي أبغاه طب إذا الرسمة مجهزها لي من y تساوي y تساوي الأسهل تاخذين العجلة تتحرك على y ولا تتحرك على x؟ الواي الواي فبتصير y up ناقص y down dx من x يساوي البداية إلى x يساوي النهاية هل عطاني من x كم إلى كم؟ من سالب واحد إلى لا هذا الحين هي في الرسمة هل عطاك في صيغة السؤال فكيف أي فكيف أجيبها من رسمة أي لو الرسمة ما في نعوض أيوه كيف نعوض نعوض مين بالدالة ممتاز فحطينا استفهام حطينا استفهام هنا موجود من سالب واحد إلى اثنين بس كيف نجيبها أروح أعوض أقول متى الدالة متى الدوال يتقاطعون مع بعض يعني أقول له متى الدالة هذه تتقاطع مع الدالة هذه هذه الصيغة نقول متى y الأب تتقاطع مع y down متى لما يكون 2 ناقص x تربيع يساوي سالب x وتروحين تحلينها مسألة من درجة ثانية x تربيع ناقص x ناقص 2 يساوي صفر
بتعوضينا بيطلع لك x ناقص 2 في x زائد 1 يساوي 0. اذا عندما x تساوي كم وعندما x تساوي كم؟ موجب 2 وسالب 1. موجب 2 وسالب 1، فعرفنا ان بتبدا من سالب 1 وبتنتهي بكم؟ ب2. فهذه مرحله ايجاد حدود الاكس. خلصنا ايجاد حدود الاكس، قلنا اذا التكامل من اكس تساوي سالب 1 الى 2 لواي اب ناقص واي داون، اذا انت تبغى الاريا. فيصير التكامل سالب 1 الى 2 من واي اب 2 ناقص اكس تربيع ناقص سالب اكس دي اكس. وسؤالي لكم، هذه العجله ماسك الواي اب في كل الطريق ولا في جزء يعني فصلت؟ تخيلي انها عربه، هل هي ماسكه الواي اب دائما من البدايه للنهايه؟ لا نزل. وين لا وين كلها واي اب، اللي فوق اللي فوق واي اب ممسوكه من البدايه للاخير صح ولا لا؟ والواي داون تغير مسارها ولا نفس المسار؟ نفس المسار. معناتها دائما الواي اب هي نفس الواي داون هنا، واضح؟ هنا ما راح احله، بس اقول لكم الواي داون هل هي نفسها ولا تغيرت؟ نفسها. اوكي شوفي العجلة، شوفي العجلة، الواي اب ماسكة المنحنى نفسها، الواي اب الواي اب مسك نفس المنحنى، لما جاء واي داون مشى على هذا المنحنى بعدين مشى على هذا المنحنى. معناته هل الواي داون هي نفسها؟ لا الواي داون مش نفسها. خلاص نكمل هذا ان شاء الله الاسبوع الجاي. في اي سؤال؟